تاريخك يشهد بيك ما نتكلمش، جمعية عريقة اللي قالها ما كذبش، جمعية عاشت معاها أجيال، ماتت في جالها رجال، حبوها ملاين عباد، الترجي من ريحة البلاد، اليوم يا أفريقيا، ما يا أفريقيا، إن شاء الله نكونوا أسياد، 90 دقيقة تشجيع متواصل، 90 دقيقة عرق وتعب، 90 دقيقة تركيز، 90 دقيقة روح وجرينتا، 90 دقيقة هجوم ودفاع، نجاعة وصلابة، جو كرنفال فيستيفال فير بلاي، وكرة في الشباك، وكرة في الشباك. اللحظات وتنطلق المباراة النهائية، الترجي الذي توصل في رادس ضد الأهلاوي الذي يمثل هذا المساء بكرم الضيافة. نبدأ ببروتوكول وتشكيل الأهلي لحراسة المرمى المونديالي الشناوي، على اليمين محمد هاني، على اليسار أيمن أشرف، 20 سعد سمير، 3 كوليبالي الطويل، 14 5 إسلام محمد 11 اختر اهلاوي وليد سليمان، و18 في غياب زارو مروان محسن. تشكيلة الترجي، بن شريفية على اليمين، دربالي عودة في وقتها، بن محمد، يعقوب الشمام كابيتان، كوليبالي، شعلالي، سعد بكير، الليلة يلزم يطير، بدري بلايلي خنيسي لابد من الجول، باملاك تاسمة وسط انظار الملايين العاشقة للفريق ووسط مئات الملايين الذين يتابعون فاينل الشامبيونز ليج 2018. 3-1 الذهاب للنادي الاهلي في برج العرب، مباراة مشيت بظروفها بالامها، الان مباراة العودة، تو بي اور نوت تو بي، مع كرة اولى خطيرة الفريق الاهلاوي، ترجع للترجي الرياضي التونسي، الانطلاقة قوية من النادي الاهلي، يمشي وليد سليمان، فريق الخبرات، 13 هدف افريقي لسليمان اللي عنده تقريب في 80 ماتش في المسابقات القارية. بقيادة باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي اللي سبق وحقق لقب الشامبيونز 2015 في قيادته لمازيمبي، ولكن سبق وخسر نهائي افريقي في 2013 في الكاف كونفدريشن ضد التونسي السي اس اس السفاقسي. ترجع كرة للترجي التونسي عن طريق كوليبالي، سعد بكير، تمشي كرة ملعوبة طويلة، الضغط للترجي التونسي، سعد سمير في وضعية صعبة، يمشي كمل معاه الشناوي، يخرج منها السلامات. ترجع كرة بضربة راس، مباراة على المستوى البدني باش تتلعب، ترجي إذا يعاود سيناريو مباراة بريميرو أغوستو بالقوة والاندفاع والنجاح في الثنائيات قادر أن ينجح في العودة في الريمونتادا. ولكن كما قلت في مداخلتي الأولى قبل الفاصل، أهم شيء للترجي التونسي أنه يحافظ على شباكه. دقيقة ونصف الشوط الأول، هذا كوليبالي اللي كان مع كارتيرون في مازيمبي 2015، ترجع بضربة راس وليد سليمان، والكرة في خطة لفريق الترجي الرياضي. مباراة الأطراف هنا، أدوار الأجنحة بالنسبة لي أنا اليوم، بالنسبة للبلايلي والخنيسي والبدري اليوم ماتشهم مع انطلاقات الدربالي وبالمحمد مع ضرورة التأمين، ما يطلعوش الاثنين مع بعضهم. مباراة الكرات الثابتة، وآخر 10 أهداف سجلها الترجي في النادي الأهلي 9 منهم جات بكرة ثابتة. هذا السيناريو مهم جدا الذي لم يعرف الترجي استثماره واستغلاله في قمة برج العرب، أكثر من 20 مخالفة في مناطق الأهلي وستة سبعة ركنيات بدون نجاح. اليوم مهمة جدا المباراة في هذا الكادر. هذا هو اللاعب القادم 2011 من نادي إنبي للأهلي مقابل 1.2 مليون دولار. 3 دقائق لعب في الشوط الأول، الهدف وقت الهجيجي، ولكن السيناريو الأمثل للترجي التونسي والضغط أكثر على الأهلي هو سيناريو المحبذ بهدف مبكر يا السادة. ترجع كرة ليعقوبي، كوليبالي يمشي بالكرة للقائد شمام، ثامن مبارياته النهائية في دوري الأبطال، الريكورد التونسي عند مساعد مدرب الترجي مجدي تراوي بالنسبة للتوانسة 9، بينما الريكورد الإفريقي يحطمه عاشور اليوم 13 ماتش في الفاينل، يضرب الريكورد نتاع الصخرة والماجيكو ب 12. كرة من كوليبالي والحكم باملاك تاسما يعلن على خطأ لمصلحة الأهلي. هذا الحكم الاثيوبي الذي يدير لاول مره نهائي الاياب في الشامبيونز ليج، ولكن عنده خبره النهائيات باعتباره دار فاينل
برج العرب السنه الماضيه الاهلي والوداد في مصر. لاول مره من 6 سنين حكم الفاينل في العوده لا يكون بكري قاسم القامبي. الاهلي يحاول ان يباغت الترجي من خلال الدقائق الاولى بانه يحاول يتفادى الصدمه نتاع البدايه من الترجي الضاغط من خلال اللعب هو هجوميا. وهذا السيناريو الحقيقه توقعت انه الاهلي باش يحاول يمشي لقدام ويبحث عن هدف ينهي به المباراه. هذا هو معين الشعباني 37 سنه. ترجع الكره لفريق النادي الاهلي 4 دقائق لعب في الشوط الاول. النادي الاهلي دخل في صلب الموضوع ديريكت مباشره. الترجي مازال ما دخلش في الماتش. ترجع الكره عن طريق سعد بقير تهرب من الكره. لابد من مساندة اللاعبين لاخر لحظه. والكره من سليف كوليبالي. السيناريو المميز للترجي على الاقل 1-0 في الشوط. تمشي كره ملعوبه طويله مش الناوي. ترجع الكره بالراس خطيره جدا. الكره والراسيه عن طريق الشمام صعبه من جهه البلالي. ترجع الكره عن طريق كوليبالي. الاهلي يهاجم في رادس يا ساده. والكره ترجع على الخط عمليه اعاقه للحكم يقول العب. والكره ترجع مره اخرى حسام عاشور يلعب الكره عن طريق ميدو جابر. ميدو جابر ما هو مؤكد الدقائق الاولى انه الاهلي دخل في الماتش ولون تام خير من الترجي. ترجع الكره الترجيه يمشي بالكره سعد بقير. سعد بقير حط الكره البدري يمشي انيس. 7 اهداف هداف البطوله وهداف الترجي في المسابقه بدري بلالي او دربالي. دربالي بدري تهرب عليه. ترجع الكره لفريق النادي الاهلي في مناطق الترجي عن طريق اليعقوبي. يعقوبي اللي سجل هدف مهم جدا ضد بريميرو اغوستو. ان شاء الله الاولاد يكونوا مركزين ويكونوا في نهارهم في يومهم لانه الحارث على الخط الاول. الكره طويله خطيره يمشي فيها الخنيسي ولكن الشناوي يقرا. هذه الكرات المباغتة والكرات المطالب بها البلاي ميكر صنع اللعب سعد بقير في دار الدفاع. أيضا هذه الكرات الطويلة اللي مميز فيها غيلان الشعلالي اللي دوره كبير كارتيكيت الثاني اليوم مع كوليبالي جنب إلى جنب في النصر. ترجع الكرة في الأوت والتماس. 6 دقائق لعب في الشوط الأول. ممكن نقول البداية الحذرة عكس ممكن مباراة بريميرو ومباراة ليتوال اللي الترجي بدأ بقوة ضاغط من البداية. الترجي يلعب برشا تحفظ ويحاول يتوازن في أدائه. الماتش مازال طويل. كرة وكرة تجيب المجد المهم لكلين شيت يا معين. النادي الأهلي في شكله الدفاعي أقوى دفاع في المسابقة قبل كان 9. ترجع الكرة لفريق النادي الأهلي. هو خطأ على حسام عاشور. أكثر من 150 ماتش في الأفريق عاشور لاعب الخبرة. نادي الاهلي في التشكيله هذه تقريبا عنده 3 اسماء ربحوا الشامبيونز ليج فيما سبق هما سعد سمير حسام عاشور ووليد سليمان. ترجع الكره عن طريق سعد سمير. مباراه الترجي والاهلي مرهونه في الهدف الاول يا خنيسي لانه في المباريات والمواجهات الاخيره تعود النادي الاهلي على انه دائما ياخذ الاسبقيه. هو اللي يسجل الاولاني. حب نشوف الترجي ماركي الاول كيفاش تكون اللعبه والضغط ينقلب على ضد الاهلي. ترجع الكره في وسط الميدان الحكم يقول العب. ترجع الكره من دربالي. دربالي سرح كره في الوسط يلعب الكره عن طريق بن محمد. يطلع بن محمد. بن محمد كره في الوسط والتماس للترجي الرياضي التونسي. الحكم لا يقول كره للنادي الاهلي. الحكم الاثيوبي يقول اخر من مس الكره يوسف البلايلي. والكره ستعود للفريق الاهلاوي. 7 دقائق لعب في الشوط الاول. باتريس كارتيران على كل الواجهات. النهائي الافريقي يلعب في الاطار العربي وفي هذا الاتجاه نبارك النجم الساحلي ممثلنا الصعود للربع النهائي في الشامبيونز ليج بالتاهل في المباراه الصعبه مباراه الديربي ضد الوك. ترجع كره من محمد هاني. يمشي محمد هاني في الرواق اليمين. صار تغيير في التشكيله مقارنه بالذهاب. اليوم ادخل اللاعب ميدو جابر على الطرف بدل عن اللاعب حمودي لانه اللاعب ميدو جابر في الواجبات الدفاعيه خير برشا من حمودي. وكارتيرون قاري حساب البلايلي وبن محمد باش يعاونهم. ميدو جابر يعاون هاني محمد على اليمين في غياب فتحي الخبره. ترجع الكره للترجي الرياضي 8 دقائق لعب في الشوط الاول. الترجي مازال ما لعبش وما دخلش في الفينال. خطا لغيلان الشعلالي. افكار مدربين اكيد في سيناريو
معين الشعباني كان يتوقع ايضا هذا السيناريو انه الاهلي سيبادر وسيباغت، هو يحب يربح الوقت ويشجع نفسه ويعطي ثقه لفريقه بالدخول ديريكت في الماتش هجوميا. ترجع الكره عن طريق ليعقوبي، ليعقوبي يلعب كره الدربالي، مباراه مقفوله برشا لذلك ما تكون برشا فرص نتاع ماتش بريمير اوغوستو. الترجي وقت تجي كره بدمها لازم يحطها في الشبكه. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق غيلان، غيلان حط الكرة عن طريق ليعقوبي، يمشي ليعقوبي، ليعقوبي جمهور الترجي بدا يساند. ترجع الكرة من بكير، يلعب الكرة من الدفاع الأهلاوي، هو الكرة عن طريق كوليبالي، كوليبالي ترجع من ليعقوبي، هو الكرة في التماس لمصلحة الأهلي. ترجع الكرة من التماس للنادي الأهلي، 8-9 دقائق لعب في الفترة الأولى. السكور مازال سلبي هنا في استاد رادس 0-0، ولكن كما تشاهدون على الشاشه بمعطيات الذهاب 3-1 للنادي الاهلي. ترجع الكره في الدراما ملعوبه الان، كره اوت يقول على البدري المساعد، وترجع الكره من تماس للنادي الاهلي. الاهلي لعب 7 مرات النهائيات القاريه ضد الانديه التونسيه، خسر فينال التاريخ ضد ليتوال واربح 6. نتكلم طبعا ونتحدث بين الشامبيونز ليج والسوبر الافريقي. أول ركنيات المباراة في أقل من 10 دقائق لعب من الشوط الأول. ركنية أولى لفريق النادي الأهلي. على الترجي أن يحضر هذه الكرة الثابتة، خاصة سعد سمير وكوليبالي مع مروان محسن. كرة خطيرة لفريق النادي الأهلي في بداية هذه المباراة، محاولة التوزيع، كرة خطيرة يخرج منها بن شريفية السلامات وترجع الكرة على مخالفة للترجي. مباراة الكرات الثابتة في جزئية كبيرة، مباراة النهائي بين الترجي والأهلي، زوز فرق كتاب مفتوح بالنسبة لبعضهم. زوز فرق من 2010 عندهم أحسن نتائج في القارة السمراء في الشامبيونز ليج، 4 مرات فاينل ومرة في دوري الأربعة نصف النهائي. ترجع الكرة لفريق الترجي التونسي على هاني، يلعب الكرة طه ياسين، خميسي يرجع بالكرة عن طريق البلالي، بلالي تحط له الكرة البلالي، البلالي والدفاع، وترجع الكرة مرة أخرى الهوية، حاول الضغط الترجي، سليمان يخرج بالكرة على اليسار عند أيمن أشرف، يمشي أيمن أشرف، هو كرة من يعقوبي، يعقوبي باية، ترجع عن طريق كوليبالي، كوليبالي، كولي، كولي، سايب كرة، يمشي دربالي، ينطلق سامح الدربالي، يهرب سامح، يزيد سامح الدربالي، يوزع كرة على القائم الثاني، خطيرة الركنية الأولى للترجي، يلا جول أولاد، يلا الأولاد، جول ترجي جول. هاني محمد خرج كرة في الركنية، الكرات الثابتة، كرات الثابتة سلاح النهايات ومباريات الكبار أهلي وترجي. كرة تمشي، محاولة التوزيع، واصل كرة وخطيرة المرتدة لكن ترجع، ترجع للترجي، محاولة تسديد، شاط كرة الحارس، الكرة الأولى على الحارس الشناوي. مثل هذه الكرات باش تشجع فريق الترجي المطالب في استراتيجية المباراة وفي قراءة الماتش أنه يشوط على الشناوي، يبدو ماهوش ثابت 100% محمد الشناوي على التسديدات. شفنا كرة العارضة من غيلان في الذهاب، والآن هذه التسديدة الأولى على المرمى الأهلاوي. تأخرت دقيقة 11 في الشوط الأول، ولكن السوف يتباع برزان، برزان والكرة تمشي للترجي التونسي. الهجوم والأتاك، أيمن بن محمد. مباراة على المستوى البسيكولوجي والذهني صعيبة برشا. مرهونة في هدف الافتتاح، لذلك قلت حب نشوف ونتمنى الترجي ماركي الأول وتشوف لعبة أخرى. يمشي كرة ملعوبة طويلة، يمشي بالكرة يعديه، يعديه، يا بلايلي عاد يوسف البلايلي، باهية من هاني متفطن قدام يوسف. هذا ماتشوك الحقيقة، هذا ماتش البدري والبلايلي وخنيس القدام بصراحة. البلايلي يلزم يتفوق في الثنائيات قدام الشاب هاني، لأنه إذا يربح الديال هاني مشكل كبير، وما تعطيش ثقة يا بدري ويا بلايلي من الأول، لأنه لاعبين تعرف كي يدخل الماتش ما عادش يسيب. والكرة خطيرة والمراغة فما وفما خطا، الحكم قال العب، ألا ثوبي قال العب، والكرة ترجع من سليمان المقاتل الترجي بقتاله وبامتياز، ياخذ الكرة في خطأ، فما خطأ، حكم حكم مسلوط ويجري في كل لحظة وفي كل دقيقة، يتحرك كل الذباب، يتحرك النحلة. الحكم تيسيما باملك، الحكم الأثوبي، طبعا اسم شهير في أثوبيا تيسيما، كان رئيس الاتحاد الأفريقي سنوات وسنوات من 72 ل 88،
خلفه طبعا عيسى حياته الكاميروني. الان هي عهدة الملغاشي احمد الاحمد. 13 دقيقة لعب في الشوط الاول، 0-0. يرجع كورة عن طريق الدربالي، رد بالك شوف الكرات، رد بالك رجعت لك. زوز فرق خايفين ومرتبكين، وامشي بالكرة باش تسلل، يعرفها طه ياسين، طه ياسين حاط الكرة وترجع المان كرة لفريق الترجي التونسي بالقتالية. يمشي بالكرة الترجي هذه، بدا يتحسن الترجي، يدخل المباراة شوية شوية. باهي بن محمد قد لابد من التوازن، ما تنجمش تمشي لقدام على اللي تاكل هدف باي باي. هذا التوازن محبذ. بدري بدري يا بلايلي، يا دربالي، يا يعقوبي، اخرج الكابتن، يطلع الكرة الشمام، الاهلي يرجع لتمركزه مثل مباراة ستيف، والكرة تولع هو في التماس. ترجي متوتر برشا، مازال ما دخلش في اللعبة وفي الماتش. ترجع الكرة للدفاع، يعقوبي ثنائيات لازم يربحوها. يعقوبي بن شريفيه سان فو تلعب يا معز، خرجها من هنا معز بن شريفيه، يلعب كره الشمام. ربع ساعه في الشوط الاول في النهائي القاري، 0-0. ما نطلبوش برشا تشوف كره، هذا فينال شامبيونز ليج، بطوله بدمها لكل فريق. الاهلي من حقه يريد التاسعه، الترجي الرياضي يبغي الثالثه بعد غياب السنوات. ها الكره تمشي من الدربالي، يلعبوا برشا على الكره الطويله، يمشي خنيسي، خنيسي نحي له الكره، كوليبالي على الكره الارضيه، سعيد برشا يلقى روحه، والكره ترجع من اشرف. الترجي يضغط يربح توش، تماس تماس للنادي الاهلي، يقول الحكم المساعد. حكم المساعد كان قريب يقول كره لمست في الترجي وترجع على تماس، ضربت في البدري يقول الحكم المساعد. مباراة محصورة برشا في وسط الميدان، مباراة تكتيكية من الجانبين. ترجع الكرة لفريق النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي في البطولة الإفريقية هذه قبل في الشوط الأول كان زوز أهداف. هدف ضد كامبالا سيتي، وهدف أيضا ضد كامبالا سيتي، يعني بين الذهاب والإياب. أو لا، كامبالا سيتي في الذهاب قبل في الشوط الثاني. بل هدف ضد مونانا الجابوني، هدف في الجابون وهدف في كامبالا. الترجي التونسي قاعد يطول في الكرات، يمشي سعد بكير، هذه كرة الترجي التونسي، ممكن طه ياسين، طه ياسين الخليسي تتحط لسعد بكير، ترجع لطه، كرة صعيبة والدفاع يتصدى، فما شيء يلعب، العب كرة، العب يا الترجي، تمشي كرة مرة أخرى. الدفاع الأهلاوي ماهوش صعيب. ترجع الكرة، يلزم رد بالهم كونتر اتاك، يمشي بدري، اضرب كرة، شوت شوت كرة، والدفاع رجعت من سليف كوليبالي. حذاري هنا اللي يخوف فيه الاهلي، كونتر اتاك، وخاصة عقل المدبر الفريق وليد سليمان. 16 هدف دولي مع الاهلي، منهم 13 في البطولات الافريقية. ترجي قاعد يلقى في المساحات، لكن يلزم ينقص الكرة الطويلة. كرة طويلة في رأيي هي لعبة سهلة للنادي الاهلي. ترجي يلزم يلعب على الاطراف ويحل اللعب، يطلع دربالي يقعد محمد، اوكي بالتوازي بالتبادل، ولكن لازم نحركوا الجهتين. هاني وايمن اشرف اليوم ما تستغلش الاطراف في غياب فتحي ومعلول، سامحني بالراس يا ستار. ترجع الكره للخطير سليمان، يلعب كره ميدو جابر، مره اخرى سليمان تعطيش سباس، يلعب هاني محاوله التوزيع، كره خطيره بالراس والدفاع، وكرة كانت صعبة جدا. كل كرة طبعا تخاف لأن الترجي مرهون في كرة، والكرة ترجع عن طريق كوليبالي، يمشي الوحش كوليبالي، عملية اعتراض والحكم يقول خطأ لفريق الترجي التونسي. الحقيقة حكم متميز جدا الأثيوبي، قوة شخصية كبيرة برشا، كأنه عدى إيل 5000 وال 10000 متر الشهيرة بهم أثيوبيا بلاد الحبشة، ولكن من تلك الهضاب أثيوبيا جابت حكم الحقيقة رائع جدا. هذا فيما سبق وفيما هو حاضر، وان شاء الله يكمل 90 دقيقة كوريكت وممتاز في خدمة الكورة وفي صالح اللعبة النظيفة. ترجع الكورة للترجي التونسي. كوليبالي يلعب الكورة لدربالي، دربالي دربالي يعدي، دربالي يبعد على اسلام محارب، يخرج كرة عن طريق خنيسي يجيبها طه، طه ياسين، طه ياسين الخنيسي، كرة للترجي الرياضي، محاولة سعد بكير، يلعب سعد بكير، سعد بكير، خرج كرة والدفاع والركنية للترجي التونسي. ركنية وضربة مرمى، ما لمسهاش المدافع الأهلاوي، والكرة ترجع ضربة مرمى للأهلي. ما لمسهاش الحكم، يقول سعد السمير أمامك الصورة،
وكرة في الخمسة متر وخمسين لفريق الأهلي المصري. فما إمكانية للتسجيل المطالبة وضرورة وحتمية الهدف على الأقل في هذا الشوط إن شاء الله. إن شاء الله ما يسهل المباراة أمام فريق متمرس في الخبرات، تقريبا عنده 20 لقب وبطولة أفريقية. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الشعلالي، الشعلالي هز كرة يلعب الدربالي، دربالي يرجع يعقوبي، يعقوبي الشمام 18 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة 0-0، يمشي بالكرة الترجي الرياضي، هز كرة حلوة برشا في ظهر المدافعين، هذه هي الكرات اللي لذلك قلت كلعب على الأطراف يا ربي عداه والكرة ترجع للترجي الرياضي والحكم يقول خطأ. هذه مش واضحة برشا في سيمان، لا لا هذه مش واضحة، المساعد قال كرة ماش واضحة برشا، ممكن تتعاود في الريبلاي، هذه مش واضحة، أعتقد أنه فما سقوط طبيعي للمدافع الأهلاوي ابتسامة. شاهدوا الصورة أمامك هكا، فما أيمن أشرف في رأيي، في رأيي يعني يمكن من زاوية أخرى نشوفوها، أيمن أشرف إيش فما؟ لا تعثر وحده أيمن أشرف، أيمن أشرف فقد التوازن بتاعه وفقد الكيليبر. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق سعد بقير، سعد بقير مباراتك اليوم يا تير يا تير. ترجع الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي عن طريق كولي، يمشي كولي هز كرة على اليمين عن طريق سامح الدربالي، سامح الدربالي باس غلطة من الدربالي. ترجع الكرة باهي ليعقوبي، ليعقوبي كولي بالي، كولي بالي كرة في التماس للترجي الرياضي التونسي. لو الترجي ينجح في اختراق الاطراف والتفوق على ايمن اشرف، هو هاني محمد قادر يصنع الفرق. الحكم يقول العب، العب الكره، ركز على الكره، العب الكره. ترجع عن طريق شمام، الترجي بامكانه التهديف، تلعب الكره وسط الميدان عن طريق الشعلالي. 20 دقيقه لعب في الشوط الاول من النهائي الكبير هنا في رادس الاولمبي، 0 الاهلي 0 الترجي. كوليبالي بن محمد يلعب الكره، غيلاني دافع بشكل ممتاز الاهلي، تقريبا 9 ل10 ملاعبيه في منطقته، نفس السيستم الدفاعي ضد ستيف في استاد النار والانتصار في 8 مايو 45. على فكره الجماهير من الشناوه المولديه الجزائريه العاصميه لامسيا، وايضا انصار من وفاق ستيف وبعضهم من الرجاء الكبير المغربي جاوا لتونس خصيصا لمساعده ومسانده الترجي الرياضي التونسي في هذا النهائي الكبير. أجواء كبيرة جماهيرية. ترجع الكرة عن طريق خنيسي والكرة تمشي للشناوي، فيق يا خنيسي فيق، العداد لازم يتغير، الكونتور لازم يتبدل، مش معقول 0 هدف في 15 ماتش يا طه. طه اللي مختص ممكن في المباريات التونسية المصرية لأنه عملناه وسجل زوز بونتو في الأهلي وسجل هدف انتصار النصور على منتخب الفراعنة. ترجع كرة مرة أخرى، يمشي ياسين الخنيسي، سعد سامي يمشي ناحية له طه، يمشي ناحية له طه، طه ياسين، الجرين توس يلعب الكرة، والكرة ترجع خارج التماس، لا الحكم يقول العب، المساعد قريب، والكرة ترجع مرة أخرى للنادي الأهلي، الضغط للترجي ولمسة فنية، يلعب الكرة الأهلي ويربح خطأ مستحق. خطأ موجود لمصلحة الأهلي ضد فوسيني كوليبالي. كرة الحكم يقول المساعد ما خرجتش بكل محيط الكرة الأخيرة. خطأ موجود فماش كلام يستفيد منه رقم 5 إسلام محارب. أول مباريات الترجي التونسي والنادي الأهلي في البطولة الإفريقية كان في مواجهة 90 واللي حسمها الترجي بركلات الترجيح في القاهرة 4-2 بعد ذهاب وإياب 0-0 بين المنزة واستاد القاهرة. مباراة في حضور كل الشخصيات من السياسة، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى أحمد الأحمد في حوار، وهو رئيس الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحديث أيضا عن قدوم جاني انفانتينو، ولكن الإثبات على وجود السويسري رئيس الهيئة الدولية لكرة القدم يعني نكدوها من خلال الصورة في المنصة الشرفية. تلعب الكرة للترجي التونسي عن طريق شمام، يمشي شمام تحط الكرة لوسط الميدان غيلان، وين يا غيلان، وين يا غيلان، وين يا غيلان، كفانا اعتذارات عاد يا غيلان.
23 دقيقة في الشوط الأول 0-0. ترجع كرة دربالي، دربالي حط كرة صعيبة والتماس للترجي التونسي، فماش كلام كرة للترجي. هلعب يا دربالي، يكبس يا دربالي. فما ريتم وحماس وتيمبو نفرضوه على المباراة بهذه الطريقة، معناها الوقت يتعدى والأعصاب تتوتر والأهلي يثبت أكثر فأكثر، أكثر ما هو ثابت بتاريخه بخبراته في النهايات وبنتيجته اللي فيها تقدم 3-1. ترجع الكرة لفريق الترجي التونسي على مخالفة، مباراة مقفولة، فماش محاولات لحد الآن. ترجي مش لاقي طريقة الثغرة، يلعب توازن، خايف من الأهلي وهدف قاتل، لكن يلزم شوية في وقت من الأوقات يلزم نجازفه، فماش كلام. وكرة خطيرة يمشي عادي بكير ورضعت من سعد بكير. ترجع الكرة الترجي الرياضي، يوسف البلايلي، البلايلي البدري لحد الآن، بكير يعني الشعلالي مش موجودين. ترجع عن طريق بن محمد، بن محمد يعمل مراوغة، يبعد على ميدو جابر. ترجع الكرة الشمام، شمام سرح الكرة، يمشي عن طريق كولي، سيبها كولي، سيبها كولي بالي، يمشي كولي بالي، فما خطا، فما ورقة صفراء يا حكم، فما ورقة صفراء على وليد سليمان. ماذا قرر الحكم آلي أثوبي؟ ديسيما باملك. باملك يوجه الانذار الأول في المباراة على الثنائي سليمان وكولي بالي. وليد سليمان الخطا وكولي بالي اللي ردت الفعل. زايدة يا كولي، زايدة يا كولي، باش تربح انذار وليد، انت توا تحت خط النار، عندك ورقة صفراء. انذار على وليد سليمان، ورقة صفراء ايضا لاحتجاج او لردة الفعل من اللاعب الايفواري كولي بالي. اعطينا كرة في المباشر. ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي. الوقت قاعد يمشي، الترجي مش قاعد يدخل في الفينال كما يلزم، ولكن الكرة اجوال، قلت لك الفرص قليلة اليوم لازم نحطها. يرجع بالكرة الترجي الرياضي، هاي بلالي يمشي بالكرة والركنية لفريق الترجي الرياضي التونسي. كرة ثابتة، لازم كرة ثابتة تستغلها، والتركيز على هاني بصراحة. هذه مباراتك يا بلالي. ترجع كرة الترجي الرياضي، وينو يعقوبي؟ وينو كوليبالي؟ وينو كرة للترجي الرياضي التونسي عن طريق البلالي؟ يمشي يوسف البلالي، يوسف البلالي يلعب كرة خطيرة والدفاع في منطقة الستة أمتار. ترجع كرة الترجي الرياضي، بن محمد، بن محمد يلعب كرة طويلة خطيرة راسية، والكرة بعيدة من الخنيسي. ضاع ياسين الخنيسي وكرة أوت. 27 دقيقة لعب في الشوط الأول، لحد الآن ما زلنا ننتظر ردة فعل الكروية من الترجي الرياضي. لأنه نفسيا وكرويا مهم جدا أنه هدف في هذا الشوط. كارتيرون لحد الآن تكتيكيا متفوق. ترجع كرة الترجي الرياضي في وسط الميدان، يربح في الثنائيات الأهلي، يربح في الثنائيات النادي الأهلي حاليا. ترجع كرة عن طريق يعقوبي، محمد علي حاط الكرة، المعز بن شريفية يلعب كرة في السليم، كولي بالي، كولي بالي أمامك نسبة استحواذ للترجي. المحاولات 4-0 ولكن الكرة وحيدة على المرمى، حبوا كرة في الشباك والكرة ترجع مرة أخرى وسعد بكير. ترجع كرة للترجي التونسي، ترجع عن طريق غيلان، يلا غيلان، 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 وصل كرة للترجي التونسي والحكم يقول خطأ. في سقوطه غيلان أسقط المدافع الأهلاوي، وباملك تيسيما يزفر خطأ موجود للنادي الأهلي. فاول يستفيد منه محمد هاني. إن شاء الله الأولاد يتحروا نفسيا من ضغوط هذا النهائي. أخشى أن يكون النهائي تلعب على المستوى الذهني والنفسي. وصراعات هذا الأسبوع مثل ماتش مازيمبي، على الترجي أن يلعب الآن. الشوط الأول مهم جدا، إن هي 1-0، الوقت قاعد يداهم فينا، 28 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة 0-0 في معركة رادس.
الانذار ضد وليد والانذار على كوليبالي شفناه حكيناه الكرة ترجع من شمام شمام يلعب الكرة وسط الميدان الاهلي متفوق الخطوط بعيدة يعني في النصف ساعة الأولى هو مجرد كلام راه بيقول لك بمن حضر لا لا غياب اليوم فرانك كوم خلي حفرة في وسط الميدان قد الدنيا ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي رغم ذلك الأمل قائم الانتصار ممكن والتسجيل مطلوب كوليبالي ضيع كرة ترجع النادي الأهلي في وسط الميدان هو خطأ على غيلان الشعلالي شوط أول سير النادي الأهلي لحد الآن كما حب خذال لعب خذال كرة يربح في مخالفات يكسر في الريتم يربح في التوقيت ويوتر في الترجي الرياضي التونسي ما يخليهش يدخل للنهائي باش يركز على مباراته والتفكير المشكلة أنه في قراءتي أنا أنه الترجي الرياضي التونسي قاعد يفكر في اثنين بلاش والكوب هو يلزم يفكر واحدة واحدة في الهدف الأول اللي يعطيه كمال الكاس ترجع كورة بالراس غالان الشعلالي كوليبالي شوف الأهلي ضاغط عن طريق مروان محسن يلعب كورة الترجي الرياضي غيلان غيلان الشعلالي يلعب كورة طويلة فما خطأ على سعد سمير لا الحكم قال العب ترجع الكرة عن طريق الخمسة اسلام محارب اسلام محارب اسلام اسلام في وسط الميدان وكرة ترجع تماس للترجي الرياضي ترجع الكرة ليعقوبي يعقوبي يلعب الكرة عن طريق شمام شمام بن محمد صحيح الأهلي في المشوار الافريقي قبل زوز اهداف في الشوط ضد كامبالا وزوز اهداف في ستيف في الشوط في خمسة دقائق ولكن النهائي غير النهائي شيء ثاني ان شاء الله نتمنى ان الشوط ينتهي بهدف البدري كرة اي كلام ترجع كرة الترجي التونسي عن طريق فوسيني كوليبالي يلعب الكرة الترجي التونسي كرة سيئة جدا نصف ساعة في الشوط الأول الأولاد مش موجودين والآن نكد لكم وصول جاني إنفانتينو رئيس الفيفا لأول مرة تقريبا على حد علمي يحضر نهائي قاري في الشامبيونز ليج تقريبا عن مديدة في تونس ما جاش رئيس الفيفا من 2004 وقت حضر بلاتير في الكان ترجع كرة بالرأس يعقوبي كرة ثانية الترجي قاعد يعطي ثقة النادي الأهلي لو يضغط الترجي كما ماتش بريميرو أغوستو عنده شانس لكن بهذه الطريقة باش يتعدى الوقت وما فماش تهديد للمرمى الأهلاوي الترجي قاعد يسهل في مأمورية كوليبالي وسعد سمير بالكرة الطويلة اللي هما فيهم شابو وين برشا ترجع كرة للترجي التونسي عن طريق البلالي شمام خايف برشا الترجي من قبول هدف لكن في وقت يلزم تو بور لو تو يمشي بالكرة طويلة ولكن سهلة للحارس الشناوي كرة للشناوي أكثر من نصف ساعة في الشوط الأول التعادل ما زال 0-0 في موقعة رادس من أجل لقب دوري الأبطال في القارة السمراء الترجي التونسي والنادي الأهلي المصري كرة من بن محمد بن محمد يلعب الكرة الشمام شمام فوسيني كوليبالي يمشي كوليبالي يرجع بالكرة يعقوبي يعقوبي فماش حلول للترجي التونسي ولذلك الفريق قاعد يطول في اللعب الآن أعتقد دور الجمهور مثل ماتش بريميرو أغوستو الآن الجمهور يصنع الفرق ترجع الكرة عن طريق ميدو جابر ميدو جابر حط الكرة عن طريق عمرو السولية ولكن تماس شفتوا النادي الأهلي كمباراة أداؤه متوسط وحتى دون ذلك ولكن الترجي في هذه الفترة أداؤه ضعيف لذلك نعودها الترجي لو يلعب بجرينتة ورغبة وضغط مباراة بريميرو أغوستو بإمكانه كرة خطيرة يمشي فيها الهجوم خميسي وفيها ضربة جزاء الحكم شيكول وبوملاك تسيما يقول ضربة مرمى يقول ضربة مرمى بوملاك ضربة جزاء فما فار فما فار الآن كل شيء يتأكد بالفار أشقال تسيما قال له ألعب الجماعة في الفار قالوا ما فما شيء نعاودوا نشوفوا الصورة في الريبلاي ونحكيو ونقولوا الحقيقة اش فما
داسيما وزير خارجية أثيوبيا. هذا كان الرئيس لأثيوبيا يحط وزير خارجية أثيوبيا. الصراع بين إريتريا وأثيوبيا ولا يركعها هذا داسيما. لا يلتجأ للفار الحكم الأثيوبي أم لا؟ ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ الحكم يستنى لأنه جماعة الفار يتابعوا في اللقطة. خلاص حسم المعركة. العب كورة يا الترجي. ما فماش. العب كورة هيا بن محمد عرضية. هو كورة ترجع الكورة الثانية. التسديدة وين عاد؟ وين؟ هذه هي الكرة الخنيسي. شفت الضغط على سعد سمير يعطي نتيجة. هذه الكرة فيها ما فيهاش أمامك الصورة. الحكم الأثيوبي بمساعدة الفار يقول ما فيها شيء. قدامك الكرة نتاع طاسيل الخنيسي. من زاوية أخرى الضغط على سعد سمير. يلزم يضغط الترجي. فما نوع من الركبة بتاع سمير أنا في رأيي. على كل حال جمال الشريف يفصل فيها بعيدا عن العواطف. شوالي يشوفها بينالتي وعلي محمد علي في الصوتية الثانية يقول لا. الفار توا قال لا خليه. قال لا نشوفه بعد كابتن جمال شريف. هل فما ركبة من سعد سمير أعاقت ولو نسبيا؟ طه ياسين الخنيسي ترجع الكرة عن طريق كوليبالي. ألعب الترجي الرياضي التونسي. 10 دقائق نهاية الشوط الأول. هذاك هو طريق البطولة والتسجيل. الضغط على الدفاع الهلاوي يا دربالي فهموها. ترجع كرة سعد بكير. يلعب الكرة سعد. سعد بكير. هز كرة عن طريق البلايلي. البلايلي 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 البلايلي. والدفاع من يوسف البلايلي. كرة ترجع به لجرينتا. يمشي الكرة دربالي. دربالي خطيرة. والدفاع يتصدى. الترجي الرياضي التونسي الآن 10 دقائق من النار. الآن فصل النهائي يلعب بشكل كبير. هو التماس الآن. الآن فصل كبير من النهاية يلعب. حاول يهدي اللعب الفريق الهلاوي. هذه الكرة الأخيرة ونال راسية. ياخذها المدافع الهلاوي. يسبق بالراس بامتياز طاياسي الخنيسي. ترجع الكرة مرة أخرى. حذاري حذاري أخرى شد كورتك. خلينا في اللعبة. خلينا مازلنا نحلمو. خلينا الأحلام باهية يا معز. والكرة تمشي للترجي التونسي. كوليبالي كوليبالي سيب كرة لك قتلتها وقتلتنا. يمشي كولي حتى الكرة. يعقوبي يعقوبي يلعب للدربالي. دربالي سامح الدربالي. كلمة السر التفوق في الكولوار. وينو دربالي؟ وينو بن محمد؟ وينك يا بدري راك راقد؟ يا بلالي اكبس روحك. ترجع الكرة لدربالي. سعد بقير. امشي يا سعد. يمشي يا سعد. برافو يا سعد. يمشي بكرة دربالي. دربالي ترجع الكرة. هو عودة من التسلل للبدري. حقيقة توا يا أنيس بربي مباريات بريميرو ومباراة كورماهية ومباراة داون شيب تيش نعمل بيهم هذا تي اليوم. اليوم تو بي اور نوت تو بي يا حبيبي. اليوم يا بدري وقت اللي تحك الركايب. وقت المنافس قوي. وقت الفريق واقف مليح تكتيكيا. وقت عندك ظهير قوي. هذه أمامكم الصورة. سعد سمير وطا ياسين الخنيسي. والكرة ترجع بن محمد. يرجع بن محمد اللي ما طلعش. واضح أن التعليمات معين خوفا من الخصم في المرتدات. في وقت من الأوقات باش نغامروا باش نقمروا ما عادش فاهم. الرجل التونسي كان يخطف هدف بهذا التكتيك في الشوط الأول بهذا الحذر. لن تهرب منه الكاس بإذن الله لأنه الضغط سينقلب على الأهلاوية. لكن اعطيني شكون يسجل الان. بعض المحاولات هي بعض المناوشات الهجوميه ليست فرص حقيقيه يا ترجي. ترجع كوره. كل مباراه وظروفها وكل مباراه وتفاصيلها والديتاي اللي فيها. شمام. ترجع الكوره عن طريق يعقوبي. يعقوبي اعطاه كوره للدربالي. الدربالي ميت اليوم. الكوره تخرج برا. او ضربه مرمى وضربه تماس لايمن اشرف. كارتيرون مسكر على الترجي في الاطراف. ترجي التونسي يكسب خطا. اجري يا بدري اجري يا بدري اجري على الكوره يا بدري. 38 دقيقه يا سي البدري. ترجع الكوره الترجي التونسي عن طريق كولي. يمشي كولي بالي حاط الكوره للترجي. نبقاو متفائلين متاكدين انه باش تحكم فيها الكوره. يمشي في كوره والدفاع. حذاري من مرتدة. برافو يعقوبي برافو. والحكم يقول خطأ. يقول فاول لمصلحة النادي الأهلي ورقم 18.
اللاعب مروان محسن. اللاعب اللي عوض ازارو، ازارو اللي سجل 6 اهداف وعمل زوز تمريرات حاسمه في هذا الموسم الخاص بدوري الابطال. يعقوبي تقريبا الوحيد اللي قاعد يربح في الثنائيات على مستوى وسط الميدان والدفاع. مباراة ضغط، مباراة صعيبة، مباراة كبيرة. 39 دقيقة لعب في الشوط الأول. اليوم نحكيه كان على كاس، على البطل، على المتوج. ما نحكيوش على مستوى وأداء. كيفاش تعرف تربح فينال؟ تربح تتهز الكاس. حاليا الأهلي هو اللي يهززها بالخبرة بأسبقية الذهاب. أمامك بعض الأرقام ونسب مقارنة. إذاعة وقت من كوليبالي الحقيقة، إذاعة وقت من كوليبالي. باش يرجع مروان محسن لاعب المنتخب المصري. الجمعة الجاية فما تونس مصر إن شاء الله في كأس أفريقيا، ولكن الاثنين متأهلين الكان. ترجع كرة ضربة مرمى. إذا لحد الآن دفاعيا أوكي، فإنه هجوميا لا. والمشكلة اليوم كما قلت في الدخلة متاعي، فما ضرورة هذه المعادلة الصعبة، ماركي وما نقبلش. ماركي كورة واثنين وما نقبلش. يمشي ربي معاكم الأولاد. العب دربالي، دربالي حط الكورة. سعد بقير، سعد بقير عطاها اسيست الكولي. ترجع الكورة مرة أخرى للترجي التونسي عن طريق سامح. سامح ترجي في الشوط الأول في برج العرب لعب خير برشا من اليوم. ترجع الكورة بن محمد. يمشي أيمن بن محمد. أيمن كورة سيئة. فريق الكل متوتر برشا. ترجع الكرة صنفات، صنفات يمشي وليد سليمان. هو ترجع الكرة سليمان مهارة كبيرة. هو خطأ لوليد. هذا اللاعب قلت المنتدب من إنبي سنة 2011، حقق كل الألقاب الممكنة مع الأهلي. والغريب أنه هذا اللاعب اللي ممكن الآن هو روح النادي الأهلي، هو تريكة متاعك الزمن الجميل الأهلوية، ما يلعبش المنتخب المصري. 40 دقيقة لعب في الشوط الأول. شوط سير الأهلي على هواه. تمشي كرة عن طريق محمد هاني. كرة من محمد هاني. حكم يطالب باللعب وهاني يربح له لحظات. داخلة في اللعبة في الكرة. حذاري من الكرة الثانية. ياخذها الترجي التونسي عن طريق كوليبالي. فما خطأ. فما خطأ من كوليبالي. يستفيد منه الترجي التونسي. لاعبين تحس السقين مكبلة. بن محمد، بن محمد تقريب أسوأ شوط من اللي يبدأ أساسي في الترجي. مش تعرفوا قيمة الضغط متاع هذه الفينال. حذاري، حذاري ذكرتني بسيناريو 2011 يا شمام. عاد لا يلدغ، أو 2012 لا يلدغ من الجحر والحجر مرتين. يمشي بالكرة ضا ياسين. كرة على طريق البلالي لكن تسلل. معشش في التسلل ضا ياسين. اوف سايد على الخنيسي. شوط اول للنسيان، لكن شوط اول بدمه. كنت عادي شوط اول في نهائي مطالب 2-0-0. هنا فما شيء، هنا فما شيء. مش فما اش قال الحكم. فما تسلل فعل رائع. ترجع كره بن محمد وكره الوليد سليمان خطيره جدا. الحذاري والدفاع، الدفاع يبقينا في الفينال. بن محمد وخطا للترجي الرياضي. الاهلي ربح المعركه البدنيه في الشوط الاول يا ساده، وربح المعركة التكتيكية في الشوط الأول يا رجال، ورابح الثنائيات لحد الآن. وين اللي طلبنا بالحماس والاندفاع والجريندا؟ 42 دقيقة لعب في الشوط الأول. ألعب لعبك، خليه يمشي الفينال، ألعب كورة. أرجع للترجي التونسي وسط الميدان عن طريق الشمام. شمام حاط الكورة بن محمد. بن محمد خليل. خليل حط الكرة الترجي التونسي. فما شريطا في الشوط الأول، الترجي يساعد الأهلي على هذه النتيجة. شمام سكر مليح النادي الأهلي. شوف البلايلي وين راجع باش ياخذ كرة. البلايلي يلا دور الجمهور. ترجع الكرة ما زالت لم تنتهي. موقع ترادس. كرة الترجي الرياضي، كرة طويلة سهلة برشا للحارس الشناوي.
أداء مخيب للأمال في هذا الشوط الأول. كرة من الشناوي، يلعب كرة طويلة الشناوي، ترجع بالرأس عن طريق من بن محمد سليمان. الدور اللي يلعب فيه حقيقة قايد قايد كما كان بوتريكا في النادي الأهلي. الأهلي بسرعة لقى واحد، تقول أنت بالكرة يقعد 30-40 سنة باش فريق يعرف لاعب ونجم مثل بوتريكا، لقى بسرعة هذا سليمان في 34 سنة. ترجع كرة الدرج الرياضي، يمشي بالكرة بلالي، بلالي واحدة يا بلالي، واحدة يا بلالي، يهرب البلالي، البلالي ثلاثة على واحد ولا واحد يساند، لاعبين وسط الكل في واجبات دفاعية، تقدم شوية قدام. ترجع الكرة على بقير، أعتقد أنه فرصة أخرى بقير، ما مشاش إلا غالب، هذه حدود الجهد والإمكانيات لحد الآن. ترجع الكرة عن طريق بقير، كذبني يا بقير، كذبني يا بقير، يرجع سعد. حاط الكرة البلالي، البلالي غيلان، 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 واحدة، واحدة دربالي، دربالي رجع كرة، هي والدفاع والتماس. ممكن يرجع بلالي عشرة ويدخل ماجري على الكولوار مع البدري، واحد منهم. والتماس على الدربالي، تماس أو لمسة يد على الدربالي. لمسة يد على سامح الدربالي. إشكالية هيثم الجويني صحيا ما يقدرش يلعب، ممكن ماكسيموم 10 دقائق. كرة من اليعقوبي، ترجع في وسط الميدان وكرة طويلة من سعد سمير. حاط الكرة، شوف الكنترول، ارجع معاها، ارجع معاها يا بن محمد، بن محمد يخسر الدويال، خطيرة وصعبة جدا. آخر كرة في الشوط الأول 45 دقيقة، نتيجة 0-0، يطلعوا اثنين، رباك ترمي روحك واخذها كوليبالي. كرة من بن محمد، يقتل لاعب للنهاية في الشوط الأول. ممكن السقوط تاع برشا من لاعبي اهلاويه، كان ممكن ثلاثه ديسيما، ولكن ما نمش نحكيو على دقيقه، نشدوا فيها دقيقه. نعاود نقول الشوط الاول خذاه الاهلي بدنيا وتكتيكيا وذهنيا خلف المباراه من اللحظه الاولى. الترجي مازال ما دخلش تقريبا في الفينال نتاعو لحد اللحظه. يلعب الكره للترجي التونسي عن طريق الهجوم على اليمين، جمهور ممتاز يساند فريقه، هذا المطلوب. ترجع الكرة كولي، كولي يمشي كولي، واحدة كولي جريله، جريله، هي خنيسي، خنيسي خطيرة، والكرة هذه سعد سعد هذا الترجي حقق السيناريو في وقت عقلية الأهلي وفي وقت عدم وجود الترجي، 1-0 من سنوات ما سبقناش في التهديف. بشكل بالادوار، هذا بشكل بالادوار، لانه مستحيل الترجي يكون سيء مثل الشوط الاول. الله 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 على السبق والاسبقيه. كولي ياسين سعد بكير، كوره ما تضيعش حتى في الفيلي، الي الي سعد في الفيلي، سعد بكير قلت لك يلزم يدير وطار بكير. 1-0 1-0 للترجي الرياضي التونسي. يلا كوراج جريد تجيبوها، خلاص الصعب صار. تكتيكيا ما لقيناش رواحنا في الشوط الاول، ما لقيناش رواحنا في الثنائيات، ولكن لقينا رواحنا رابحين واحد بلاش. الان الكوب ما تبات كان في رادس بقدره السميع العليم. 1-0 بشوط سيء الترجي، 1-0 عن طريق سعد بكير. معنويا باش يتمس الاهلي، هدف في وقت قاتل اليه، واحد بلاش، واحد بلاش، واحد بلاش، والكاس ما تبات كان عند ناس صغيور. بالكوره، بالقرحه، بالرجله، في الشوط الثاني يجيبوها. سعد بكير يسجل هدف نصف المشوار، كلين شيت، نظافة وشباك، وحط الكرة في الشبكة. فرصة محمد الإيرلندي، العب يا معز، حطها يا بكير، اجري يا شمام، قاتل يا يعقوبي، حط والعب يا كوليبالي. والترجي يسجل ولا يبالي، يسعد الملايين قبل أن يسعد الشوالي. 1-0 سعد بكير، هانت يا رجال هانت. الآن نرجع لاستوديو التحليل والزميل الأخضر بالريش، عدنا من بعيد يا بالريش.
بروسيا دورتموند بايرن ميونخ الأسبوع 11 من الدوري الألماني. غدا حصري على بي سبورتس 5. شكرا للزميلين علي محمد علي وايضا عصام الشوالي. اذا هكذا الترجي يفعلها في اللحظات الأخيرة ويسجل هدف وزنه من ذهب في الدقائق الأخيرة في الثواني الأخيرة إذا، وذلك من اللاعب سعد بغير الذي تمكن من إسكان الكرة في الشباك بعد هذا أداه في دفاع الأهلي رغم تواجد أكثر من 6 لاعبين. ها هو اللاعب سعد بغير إذا يسكن الكرة في الشباك محررا فريق الترجي وأيضا الجماهير الغفيرة التي غصت بها مدرجات ملعب رادس. هذه الإعادة مرة أخرى. إذا يبدو سوء تفاهم كابتن طارق في وسط دفاع الأهلي المصري. لا، الكرة الوحيدة أول فرصة أول هدف اللي كوليبالي أقرب إلى الهجوم، الكرة الوحيدة اللي الخطوط متقاربة، لأن المشكلة الترجي الرياضي التونسي لما تكون كرة في الدفاع أو في الهجوم مساحات كبيرة بين الدفاع والهجوم تباعد يخرجوا. الكرة الوحيدة اللي كوليبالي وصل بها إلى 16 متر من العملية، وإحنا قلنا الكرات القصيرة والسريعة تضرب بها الدفاع. وهذا بقير اللي كان غايب دائما في الوسط. بقير كان غايب، لماذا غايب؟ لأنه بقير أكثر الوقت يلعب كمهاجم ثاني. نعم. يعني بقى اللاعب كوليبالي واللاعب الشعلالي وحدهم في وسط الميدان، المفروض يرجع وسط الميدان يقوم بالدور، لأنه هو صنع ألعاب اليوم تقريبا 45 دقيقة الأولى كلها يلعب قريب مع اللاعب الخنيسي. بطبيعة الحال تنظيم الدفاعي للفريق الأهلي ممتاز، ما عطاش فرصة للأطراف، ما شاهدناش الأطراف، وقلنا كانت مباراة سيئة من الترجي الرياضي التونسي، لكن هدف جاء في الوقت المناسب. إن شاء الله يتحسن الأداء في الشوط الثاني، خصوصا بقير يرجع أكثر يوصل الميدان يقوم بالتحضير وما يخليش اللاعب كوليبالي وبطبيعة الحال شعلالي بدون مساندة من اللاعب بقير اللي أكثر الوقت كما قلت يلعب مع الخنيسي. واستفاقة لازم تدير، وخصوصا أنيس البدري مش موجود في الشوط الأول. كابتن وائل جبعة، إذا صمد الأهلي، قاد المباراة، لعب دفاعه بقوة، لكن أول فرصة أول خطأ دفع الثمن. يعني 45 دقيقة نموذجية من النادي الأهلي الأخضر، الدقيقة 46 الكرة الوحيدة اللي حصل فيها لخبطة بين الاثنين سيرزباكين اللي في القلب والاثنين اللي في وسط الملعب. هنا الدفاع النادي الأهلي والتمركز الدفاعي المظبوط، وبيوجه الهجمة في التوقيت اللي هو عايزه والمكان اللي هو عايزه. قافل على مفاتيح لعب الترجي بشكل مميز أخضر ومتمركز ومحقق الهدف اللي عايزه، وده أسوأ ما في هدف الترجي الأول ده هو التوقيت بتاعه قبل نهاية الشوط الثاني تماما، يغير حسابات كتير جدا. نادي الأهلي لازم يتجرأ شوية ويلعب على أنه يسجل هدف، لأن المباراة غير مضمونة دلوقتي. الترجي لو سجل هدف تاني فاز بالمباراة. نادي الأهلي لازم يلعب أنه يسجل هدف. خلينا فقط في هذا الشوط، يعني هذا مثل ما قلت أنت الشوط مثالي بالنسبة للدفاع والوسط، يعني وكان الأهلي يلعب في برج العرب، لعب بشوط رائع. يعني أنا بقولك يا أفضل ما في المباراة الشوط الأول من الفريقين إن هم بيلعبوا كورة، عايزين يلعبوا كورة، حتى الاعتراضات على التحكيم ما شفناش لاعبين وقفوا عند الحكم واعترضوا وأفسدوا المباراة زي ما حصل في المباراة الأولى، إنما النهاردة الفريقين بيلعبوا كورة وفي تركيز في الكورة بس. نعم كابتن حسين، مباراة كبيرة بالنسبة للأهلي. طبعا الترجي لم يلعب إطلاقا في الشوط الأول، لكن في مثل هذه المباراة أيضا الأهم أنك تسجل أيضا هدف في اللحظات الأخيرة يؤثر على الأهلي وأيضا يستيقظ صحيح الترجي. الأهلي كان ناجحا بشكل كبير يعني في 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 قيادة المقابلة، يعني صحيح في كثير من الأحيان ضغط عالي ربما بعثر كيفية يعني بناء الهجمة بالنسبة للترجي، وإحنا شفنا واتفقنا على أنه الكرات العالية لن تجدي نفعا، الكرات يعني لكن كانت متكررة وكانت يعني خاطئة جدا، ودائما يعني ما كانت الغلبة لكوليبالي وسمير جابر، يعني الكل يعني دفاع محمد هاني وأيمن أشرف، لكن ربما يمكن هذه ثاني كرة التي تلعب
في الممر الوسط يعني في ممر الوسط ما بين وهذا الفراغ بين المدافعين نعم كوليبالي وايمن يعني في هذا الفراغ يعني داخل 18 وحنا تكلمت انا وطريق يعني التمرير في ظهر المدافعين نعم في ظهر هذه هي اللي ممكن تخلق يعني وتتخلق جميع الدفاعات يعني حتى يعني في الانديه الاوروبيه والمنتخبات الاوروبيه هذه التمريرات خلف المدافعين في هذا المكان هذا تتخلق يعني مشكل كبير في التمركز لانه المدافعين مضطرين انهم يغيروا الاماكن ديالهم وهنا في هذا التغيير المهاجمون الخصوم يستغلون يعني اي فرصه واي ربما عدم رقبه في متر مترين ويسددون ويخلقون فرص. اذا هي مباراه ثانيه كابتن المتوقعه في الشوط الثاني مباراه اخرى جاء في وقت ممتاز بعد ترجع المباراه يعطي ثقه كبيره للترجي وبطبيعه باكرا او متاخرا الهدف دائما يكون قاتل. الترجي مشكلته انه الكرات الطويله ماشي صار كلها للمدافعين او حارس المرمى. لماذا الكره الطويله؟ لانه ما عندوش حلول في وسط الميدان لان ما فيش ناس يلعبوا تفوق عددي لان بقير اكثر وقت كما قلت ما يلعبش يلعب كراس حربة ثاني لا بقير يرجع لوسط الميدان ثم لما الكره تكون في وسط الميدان الدفاع لازم يصعد يقلل المساحات يعطي فرصه لكوليبالي يعطي فرصه للاعب شعلال باش يتخدموا ويساندوا الهجوم. الكره الوحيده اللي صعد بها اللاعب كوليبالي شاهدنا سجل منها الترجي هدف ولهذا اعتقد ان الخطوط الثلاثه تكون متقاربه ما يلعبش بتسارع الكرات الطويله لا ولو حتى ارجاعها الى حارس المرمى يحاولوا ان الكرات القصيره والسريعه في ظهر المدافع كوليبالي في ظهر المدافع سعد السمير لان الكرات القصيره وسريعه مقلقه بالنسبه لمحور الدفاع وهذا قلناه في بدايه المباراه. كابتن حسين لماذا الترجي لم يدخل في اجواء المباراه؟ هي صعوبه المباراه يعني. صعوبه يعني التاخر بهدفين الاجواء التي صحبت يعني الاسبوع كله من التحضيرات وحنا تكلمنا عن الجانب الذهني جانب مهم جدا وصعب وهذا ما ينقصنا يعني في الكره العربيه او اللاعبين يعني وهذا ما كان غائبا في الترجي نعم. كان حاضر في الاهلي كان حاضر في الاهلي وربما هذه هي النقطه اللي بغيت نضيفها يعني اكثر الاهلي نجح بشكل كبير في تحسين الدفاع يعني والبلوك بشكل جيد ولكن من الناحيه الهجوميه لم يسدد ولا مره يعني لم يصل لمرافق الخصم باستثناء ربما خطأين لعبهما مباشره لكن لم يتوفق. من ناحيه الاستحواذ 68% لصالح الترجي مقابل 32% 8 تسديدات للترجي فيها تسديدتين مؤثرتين لكن لم تشكل خطوره لانه كانت من بعيد باعتبار انه الدفاع كان حاضر جدا لكن الاهلي ما يعاب عليه انه لم يبادر للهجوم لم يسدد اي تسديده على المرمى لم يسدد هذا اللي احنا تكلمنا عليه الاهلي نازل يسير المباراه للتعادل او انه يحاول يخطف هدف من كره ثابته وده الخطر عليه دلوقتي بعد الهدف اللي جه قد يفتح اللعب مطالب بانه يتجرأ في الهجوم افضل من كده ويصنع اللعب ويصنع الفرص انما لو شفنا الهدف مره ثانيه كابتن اخضر دي الخطا الوحيد لحسام عاشور وعمرو السوليه في التمركز طول ما هم الاثنين موجودين قدام الدفاع كان العمق مقفول تماما ومفيش اللعب اللي على الارض اللي سمح للترجي بانه يسجل الهدف. اعتقد لو شفنا الهدف مره ثانيه هتلاقي المساحه دي عمرو السوليه اتضرب في اللعبه دي هذا هو كابتن سمح بالفراغ وهنا راح قرار خاطئ في 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 في, في الضغط سمح لكوليبالي ان يلعب الوان تو عليه ويستغل المساحه دي بشكل ممتاز كان فيه موجود 2 على 2 حتى محمد هاني في التغطيه كان لازم يكون اسرع من كده في التغطيه صحيح. ورا كوليبالي ويقفل في المساحه اللي هنا دي تاخر كوليبالي حتى لم يشارك في اللقطه يعني هو كوليبالي طويل مدافع طويل فده بيخليه بطيء في التعامل صحيح. مع الكرات اللي على الارض بشكل كبير جدا وده ذكاء من سعد بجير انه يروح عليه كابتن. في نتمنى تحسن المباراه نشاهد مباراه اجمل مما شاهدنا حتى الان شكرا للكابتن جميعا سنعود مره اخرى اذا لزميلي المعلقين علي محمد علي وعصام الشوي لكن بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا ياسين شناوي هاني اشرف سمير سليف كوليبالي سولية عاشور ميدو جابر اسلام محارب سليمان مروان محسن دارجة كرة لفريق الترجي التونسي فما عامل اخر حذاري في الوسط هنا سليمان فما عامل اخر يمكن يخدم صالحنا الجانب البدني الاهلي لاحظت في مباريات هذا الموسم دائما تراجع بدني في الشوط الثاني احنا الاولاد ما تعبوش ما عملنا شيء بدنيا في الشوط الاول اعتقد كل الطرق تودي لللقب لو ما نغلطش يا الاولاد التالي الكلين شيت هذا سيكون اغلى كلين شيت نظافه شباك في 100 سنه ترجي يا كابيتانو شمام يلعب كره طويلة يلعب كرة يضغط ياسين تلعب الكرة خذها يمشي بالمحمد بايا يلعب كولي والكرة ترجع شدوا اللعب في الوسط شدوا اللعب والكرة في ضربة خطأ للترجي التونسي فاول على ميدو جابر
خطا ضد ميدو. دارجة كورة للترجي التونسي. دربالي بعد الكورة، بعد الكورة يعقوبي، يا يعقوبي، يا يعقوبي، يا يعقوبي، والكورة تمشي بن شريفية. دارجة كورة بالراس حلوة، العب يا طه، يمشي ياسين، 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 نستنى في بوتوك ياسين، اضرب كورة كورنيل للترجي التونسي. أو ضربة مرمى يقول باملاك تاسمة. هدفك انت يجيب البطولة يا طه. ونذكرك ضد كارتيرون انت اللي شويتو في 2013 مع السي اس اس في رادس في الدقيقة 90 على تو بويسون مازمبي. اليوم ضد الاهلي ممكن تمسح اللي فات الكل يا طه ياسين. درجة كرة الدرج الرياضي خذها، خذها الوسط يلزم يقرب، يلزم يقرب. الخطوط كانت بعيدة في الشوط الأول. اضرب كوليبالي عندك ملا سليمان، كان يقف سليمان الدرج يربح. دارجة الكرة مرة أخرى حلوة، حلوة، أعطي كرة قوية. الله يهديك، الله يهديك، ثبت ساقيك يرحم والديك. ها يا بدري، دارجة الكرة ويني؟ وينو؟ امشي يعقوبي، لاكرينتا يا دليل. يعقوبي، هاي الرجال، العب كرة. بلالي أو دربالي. بدري. كوليبالي. فما خطايا تسمع، فما فاول للدرجة للتونسي. ثلاث دقائق لعب في الشوط الثاني. درجة كرة الترجي الرياضي عن طريق الهجوم حسنا حتى فاول اليوم. يمشي بكير، يلعب بكير، يلعب واحد اثنين. هو الدفاع من سليف كوليبالي. حذاري فما مساحات، الترجي يلزم يلعب اكثر توازن. يلزم يلعب اكثر توازن. الحذر ايضا مطلوب، الحذر باهي. الان نلعب على بونتو، ما نتهوروش. مازلنا في بداية الشوط الثاني. مانيش الناقد في روحي كي قلت الترجي يلزم ينزل من الشوط الثاني في الديبيو. لكن زاد مش هكايا عاد نعريو روحنا في الدفاع. الاهلي يبقى الاهلي. حذاري، حذاري. الترجي الرياضي ما حسن حتى خطا اليوم في مناطق النادي الاهلي. كرات الثابته يا الاولاد. سجلنا بونتو اكسيون، توا بونتو العاده في الاهلي اللي يجي من كره ثابته. علاش لا منك انت يا يعقوبي؟ انت هنيني على المرمى، هنيني على الشباك يا بن شريفيه. دارجة كرة دربالي. دربالي للترجي الرياضي، بدينا ناخذ وسط الميدان، مهم جدا في الشوط الثاني. درجة الكرة، الترجي لن يكون أسوأ من الفترة الأولى، الآن فرصتنا. درجة الكرة عن طريق شمام، شمام حط الكرة وسط الميدان، رد بالك ولاد الكرات، يلعب بلالي، بلالي، وكرة في خطة للترجي الرياضي. فاول لفريق الترجي الرياضي، تنفسوا شوية، تنفسوا شوية في كرة كانت على مناطقنا، ولكن تغسلوا برشا في مباراة مازالت 3-2 في التوتال. هو اللقب لحد الآن أهلاوي في قلعتهم بالجزيرة. خطأ يستفيد منه البلايلي. كرة للترجي التونسي من تماس. مباراة الأعصاب، مباراة الرزانة اليوم، مباراة التركيز. أضغط على السمير، أضغط على السمير، أقل شيء باش يعطيك كورنير. درجة كرة من سعد، خرج منها سلامات سعد سمير. 75 مباراة إفريقية في الأفريق، في الإفريقية، في الشامبيونز ليج وفي كأس القارة. درجة كرة عاشور، عاشور حط الكرة عمرو السولية، عمرو السولية اضغط على كولي، اضغط عليه، تعب يا بكير، اضغط يا سعد، والكرة تمشي. سعد، سعد، يحيى سعد. درجة الكرة مرة ثانية عن طريق كوليبالي. كوليبالي للترجي التونسي، لا أهلاوية. الكرة الثانية بن محمد، بن محمد في واجبات دفاعية. حما يخسر الدويل، طبعا عنده تقريبا اسبوعين ما لعبش. رد بالك، هو الكرة وسط الميدان. ترجع الكرة من عاشور، الاهلي اكثر اجريسيف، يمشي قدام. هو الكرة تمشي عن طريق ميدو جابر، ميدو يلعب، ميدو، ميدو. خمسة دقائق لعب في الشوط الثاني. كرة عن طريق ميدو جابر، حط الكرة مرة أخرى أهلاوية. يلعب الكرة من ميدو، ميدو، حكم يعطي أولوية للنادي الأهلي. ترجع الكرة عن طريق ميدو، ما غير أخطاء، ما غير أخطاء. نعرفوا خطورة الأهلي في الكرة الثابتة. امشي يا سعد، ممتاز يا بكير، ممتاز يا بكير. فاول لسعد، تقلب سعد بكير، برافو. هذه هي اش نحبوا، الروح يا بكير. هذا وقت في بداية المنتخب الأولمبي وجاب هدف وقت قلت من اقتباس مسرحية المبدع الماريشال التاريخية. وقت قلت كي تخلق رعوداتها وتبرق ببروكاتها ما تلقاو كان بريكير، بكير يقطع بيكم الواد، قطع بينا للفينال يا بكير. سعد واحد، الأهلي صفر. ستة دقائق لعب في الشوط الثاني. على فكرة اليوم في تاريخه الرقم متميز جدا للترجي الرياضي التونسي، مباراته 110 في تونس في دوري ابطال افريقيا
الماتش رقم 100 اللي الترجي يسجل فيه في تاريخه عامل 64 كلين شيت، ال 65 يجيب لك الكاس يا معين، انا متاكد فما هدف ثاني باذن ربي. ست دقائق اللعب في الشوط الثاني. الترجي يلعب بهدوء، يلعب برشا توازن في هذه الفترة الثانية، لكن لازم ما يخسرناش حتى للاخر. ممكن مشجع او بعض الاراء تقول لك خليها تمشي هكا وفي الدقيقة 80 المركيو الثاني ونسكر. لكن يا ريت هات الهدف، انا كيك نقول لك خليه في 90 زائد 3 عاد. ترجع الكرة عند طريق يعقوبي، سان فوت علي ممتاز واسع، يلعب الكرة. ترجع الكرة عند طريق شمام، خليل شمام يلعب الكرة، كوليبالي حاط الكرة، محمد علي يلعب ليعقوبي، ليعقوبي دربالي، كوليبالي يرمى الرخرة ليفواري، يمشي الفيل، الفيل ليفواري، كوليبالي يضغط سليمان، تتحط الكرة خطيرة، هذه ملعب واحد اثنين، وكوليبالي متاعهم يرجع الكرة، كوليبالي ليفواري يقابله كوليبالي الأهلي من مالي. ترجع الكرة، فماش خطا يقول الحكم، ترجع الكرة غيلان، الكرة وسط الميدان عن طريق مروان محسن، مروان كرة طويلة، كرة طويلة، أوه شمام، 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 فوت شمام. برشا ذكاء وبرشا صنعة، قول عليه اللي تحب وخليه يسمع ايش يحب، ولكن شمام لاعب مهم جدا في الترجي التونسي، قولوا نحن بعقليتنا والجمعية. ترجع الكرة عن طريق الكابيتانو، شمام، خليل، خليل شمام، يرجع الكرة ليعقوب، الجمهور يفيق، يتخلص من الضغط هو ايضا وينحي الخوف. ترجع الكرة يعقوبي، يعقوبي كرة في وسط الميدان، الضغط والكرة سعد بكير، سعد بكير باهي سعد، يمشي الكرة يتحسن أداء هجوم القدام، ثلاثة المعنيين مع الخميسي بقدة ربي لاباس. يلا نرجع نركزوا على اللعبة، يمشي غيلان، غيلان حط الكرة بدري، شوت يا بدري، بدري يلعب كرة هز هز على اليمين، خرج لك يا بلالي، بلالي ممتاز، البلالي بامتياز، ترجع الكرة بدري، بدري حط الكرة، هيا 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 في الشوط الثاني 2-0. ترجع الكرة للترجي التونسي، خطا يا غيلان، أول مرة في تاريخه الترجي التونسي ضد الأهلي يسجل زوز أهداف في ملعبه، ولا مرة عملها، ولا مرة. أوه يا بلالي توا تخليني
توا تخليني يا بلالي توا. إنهم يغنون، إنهم للحبيبة يحاورون، إنهم يتكلمون. إنفانتينو محلى حضورك وظهورك لتشهد على بطل إفريقيا يا رب. إيش باش يوقفهم؟ إيش باش يسكتهم؟ 50,000 سين واحد، قلب واحد من أجل تشريف الوطن. مازال ترجي يلزم يزيد يسجل وعنده القدره يسجل. الاهلي باش يخرج الان ميدو جابر، باش يدخل احمد حمودي، وباش يخرج مروان محسن ويدخل صلاح محسن. تمشي كوره من وليد، وليد سليمان فيه فيه كوره بالراس، ترجع من بدري، ارجع العب العب يا الترجي والجمهور معاك. ابكي الرجل النهايات، غاب عنا سنة ونصف منذ ماتش الفيصلي في الإسكندرية. هذا الرجل هواه مصري، يعشق المباريات المصيرية. آه يا سعد، غيب عام عامين، ولما تسجل في النهائي راضين قانعين فرحانين بيك مفتخرين. سعد سعد يحيى سعد. مين بلاش درجة كورة الآن الدويل، العب كورة يا ابن محمد، امشي يا باتران، يلا تصرحوا الأولاد. آه العب كورة كولي كولي كولي، حط الكورة حط الكورة يا مشي دربالي. سامح سامح وتوش توش للترجي التونسي، نعم للدولة الترجية. أجواء كبيرة، أجواء كبيرة. 9 نوفمبر 2018 رسمة في تاريخ الترجي بإذن ربي. مازالت المباراة نصف ساعة، نصف ساعة الآن من الدفاع. أوه يمشي وليد، وليد سليمان، وليد سليمان، واحد يقدم له، حذاري من الكورة. برافو سامح، برافو سامح، اهرب بها، اهرب يا سامح، ابعد يا سامح، خرج يا سامح، تكتك يا سامح، بدع يا سامح، ابدع يا سامح، شيخنا يا سامح، فرحنا يا سامح. شنو الكورة ضربت في الإسلام محارب؟ نعم هي للترجي الرياضي. ريت علاش قلت لكم نوموهم، الهدف الثاني يجي حتى في التسعين. يا الله يسهلها ان شاء الله نص ساعه. زيد الثالث، زيد الثالث ليطمئن قلبي، زيد الثالث ليطمئن قلبي. ترجع كره في التماس، هاي من اشرف، هاي من اشرف، تمشي كره من ايمن، يرجع بالكره دويله بالراس، ترجع للترجي الرياضي التونسي. ينطلق طه ياسين، يمشي الخنيسي، الخنيسي يضغط، اضغط كمل يا رجال، امشي، تلعب الكره طويله، ترجع الكره بالراس، عندك عندك شمام، شمام كره للترجي الرياضي التونسي. هدي هدي اللعب، هدي اللعب، اهرب. هوب 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 يا هاني، اه يا هاني، امشي بلالي، كملها كملها يا بلالي، كملها يوسف 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 البلالي. يلعب الكره بدري 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 بدري، والهدف الثالث ينهيها بدري يا بدري. ترجع كره الترجي التونسي، واحد اثنين، تيكي تاكا تيكي تاكا. اوه اي 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 يا ترجي، انتفضت الرجال في رادس. هذا هو الوقع السحري والسري متاع هدف ببكير في الدقيقة 46. غير الأولاد، غيرهم من مود المود، من روح الروح. المباراة هذه استنيناها أسبوع، نحسبوا فيها ثواني ولحظات. الآن بعد ما سرنا اثنين بلاش، هاي تمشي بأقصى اللحظات. يدخل الربيع بديل من 18، أو البلاي من 18. اه سعد بكير، يخرج سعد بكير، يخرج سعد بكير، يدخل الربيع. سعد ادى المهمة، برافو برافو يا سعد، برافو يا سعد. الأول والثاني، هو هو البوت الثاني، خشين برشا خشين برشا. بدري دربالي، اوفر كروس بتاع ايام الزمن الجميل، حط الكره وبقير بالراس في مرمى المونديالي شناوي.
2-0 للترجي. يخرج سعد بكير، يدخل حسين الربيع مع اختيارات المدرب معين، مهما يكون مهما يصير. كريم ندفيد، هذا كريم ندفيد يستعد للدخول في مصلحة كارتيران. باهي ترقد شوية المباراة، تتنفس شوية المباراة، لان يزن لعبوا برشا ذكاء برشا صنع على الأولاد كيفاش نرقدوا الكرة. استحقاقنا ما يشكك فيه حد، 70% مقابل 30، 10-1 التسديدات، 3-0 على المرمى فيهم اثنين. قلت لك اليوم الفرص قليلة يلزم بدمها. يدخل كريم ندفيد في النادي الأهلي، يدخل كريم ندفيد، ارجع من كوليبالي النجم، وهذه الطريقة خنيس يقتل روحك اليوم. امشي يا طه، امشي يا طه، امشي يا طه. والكرة مش الناوي ترجع، الكرة لمن؟ ترجع للترجي الرياضي عن طريق الربيع. تك تك حتى بن محمد، الربيع ظهير يسار، يدخل بن محمد إليه جناح ويرجع البلايلي، هو راس معناها صانع الالعاب بدل بكير. بالليلي ولا في الوسط وراء المهاجم، بن محمد على اليسار، الربيع في الدفاع. ان شاء الله ربي يجيب الخير. خذ وقتك يا شمام، خذ وقت. ترجع الكره من خليل شمام، خليل شمام، كريم ندفيد، الترجي اكثر قتاليه، وكره في منطقه الجزاء الاولى وتعديت. باهي خنيسي اليوم الحقيقه ما ماركاش، لكن طه ياسين عنده قصة على المستوى التكتيكي في تسجيل الترجي للزوز بونتو. يلا الأولاد، الربيع، طه ياسين، طه ياسين، دوش للنادي الأهلي، تماس من كريم ندفت، كريم ندفت، ترجع كورة للترجي للتونسي. سو تنفيذ أو تنفيذ غير قانوني في التماس. شخصية كبيرة قلت لك، هذايا كان جاء وزير خارجية في أثيوبيا يحل مشاكل الحبشة كلها. 19 دقيقة لعب، امشي يا وقت، امشي يا وقت، خلي الدور الساعة في رحلتها وتمشي الدقائق في جولتها. كرة طويلة ناخذوها في الوسط، رد بالك عندك كولي، كولي، كولي بالي، ترجع للترجي التونسي عن طريق البلايلي كما قلت لك، هو ولا صانع العاب. بن محمد يلعب ليه، ان شاء الله يعاونه هجوميا، يقدر يتفوق على هاني. والكرة ترجع، يلعب الترجي التونسي الاطراف يا سلاح، هو الكرة لفريق النادي الاهلي، ترجع الكرة على خطأ. حكم ممتاز للحظة الحقيقة، في دقيقة 64 حكم رائع. ترجع كرة الترجي، كولي، غيلان، غيلان شد وسط الميدان، يلعب دربالي، يا دربالي، يا دربالي، يا رجعات. كريم ندفت، كريم ندفت، رد بالك من ندفت، حاط الكرة وليد سليمان، وليد سليمان، غيلان، والدفاع بالدفاع، والكرة ترجع طريق البلالي، وفما خطأ، وفما خطأ لمن؟ طبعا كتونسي كترجي طمعت انه الخطا يكون لنا لانه سليمان عنده ورقه، لكن شكله الاثيوبي اعطى الفاول لمن؟ لغيلان او لسليمان؟ نعم لوليد سليمان، كره الوليد، حذاري من الكرات الثابته للاهلي، تمشي كره من وليد سليمان، يشد مكانك انت حرقك الحليب. ترجع الكره مره اخرى للفريق الاهلاوي، كره عن طريق وليد سليمان، رد بالك، رد بالك بالراس، ترجع مره اولى، لا معمل على صاحبه، معمل على صاحبه، لكن خرجت سلامات، وترجع للترجي مرتدات، والكره تمشي بالمحمد، نحاها له الايرلندي، التونسي الايرلندي. شوف الكره، هل هناك خطا ام لا؟ ما نحكيوش، نركزوا على الميدان. رابح خاسر تيسيما، حكم ممتاز اليوم، هذا اثبته في ماتش الكلاسيكو التونسي، الترجي والنجم عنده قوه شخصيه. ترجع الكره في التماس، بن محمد يضغط على ندفت، كمل كمل الضغط،
رجع كورة من الشناوي أضغط الشناوي كورة أخذها بالرأس لكن يرجع الترجي التونسي وحده كورة في الثاني لمن ترجع من سليمان تبارك الله عليه قصير وليد ولكن في الكرات الفضائية يعني يطلع مليح ترجع الكورة نيدفيد نيدفيد يلعب كورة عمرو السولية حط الكورة النادي الأهلي عن طريق كوليبالي كوليبالي جاب الكورة كوليبالي يلعب الكورة أيمن أشرف أيمن أشرف وبرافو يا دربالي برافو يا دربالي قطع الكورة أولى من غير خطأ اضغط كرة ترجع للترجي التونسي باهي الكورة عن طريق غيلان غيلان يمشي للترجي التونسي عن طريق طه ياسين طه ياسين وصل الكورة لازم نوخروش برشا للخط الخلفي ونعطيه الحظ للأهلي أنه يضغط علينا لأنه يعني عنده إمكانيات هجومية النادي الأهلي أقوى هجوم في البطولة شوف الكورة شوف الكورة هو الكورة ترجع للترجي الرياضي يعقوبي حاليا ماتش العمر كملها يا دليل بلايلي كورة من البلايلي دربالي دربالي حلوة وكولي طويلة منه وضربة تماس للفريق المصري النادي الأهلي تاسي ماي يقول العب على طه ياسين الخنيسي في وقت في الشوط الاول قلت ناقفوا يا بملاك مجرد ملاحظه نقطه نظام باللغه البرلمانيه حذاري الهربه من ارجع ارجع يا بلالي التوزيعه خطيره عرضيه معز معز اول جول لمعز وان شاء الله ما عادش نشوفك يا معز في الماتش هذا امشي كره طويله بجري فيها هو يخرج كره في التماس تبقى لندفات عطا ياسين الخنيسي إصابة أجواء كبيرة من جمهور الترجي التونسي المجري الورقة الثانية للكوتش معين 37 سنة شعبان إسبرانسا إسبرانسا اللي فيها الأمل اللي فيها التفاؤل اللي فيها الترجي من الرجاء من أنك ترجو شيء هذا الترجي اللي تأسس في مقهى في شارع العاصمة اسمه إسبرانس المقهى كان وتسمى وقت وترجم للترجي هذا التونسي الذي يحتفل بالمئوية 15 جانفي 2019 يخرج الخنيسي بعد ما قدم الواجب ويدخل بلال الماجري ممكن شوية تغييرات إذا الأولاد مضروبين حاجة أخرى كنت نخير نقرب بيهم لل 75 ونعمل الشانجمون لكن أكيد الملعبية فما ممكن إصابات برجع خطيرة رتبالك أول هافة في الدفاع يصلحها حارس العرين بن شريفية بن شريفية كورة من المعز 70 دقيقة في النهائي 20 دقيقة نهاية المباراة بلال الماجري ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي عن طريق كوليبالي كرة من كولي يلعب كرة حسين الربيع الربيع في وسط الميدان كرة ترجع للنادي الأهلي عن طريق سعد الدين سمير يلعب الكرة طويلة طويلة وترجع لفريق الترجي الرياضي رد بالك يعقوبي 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 القدام يعقوبي باية من دلي كرة في وسط الميدان ترجع كرة ممتازة للترجي الرياضي ماجري هذا هو المطلوب يمشي في وسط الملعب كرة من غيلان سان فوت ما غير اخطاء حسين الربيع حسين الربيع واحدة واثنين بالليلي يمشي بن محمد حكم قال العب والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق مروان مروان محسن والكرة في التماس من اليعقوبي الدور اللي كان يعمل فيه الخنيسي مطالب به الآن بلال الماجري عندنا مازال حق في بطاقة ثالثة فقط ترجع كرة ممتاز دفاع الترجي شمام شمام يلعب الكرة ريحونا بالهدف الثالث ترجع الكرة ماجري ماجري يمشي بلال حط الكرة بلال بلال بين اثنين كمل الضغط مازلت دخلت جديد مازلت فري يضغط بلال الماجري كاد يخلصها قدام الشناوي وانشاد وطا ياسين الخنيسي بالحق كل ملعبيه زملائه اطلع القدام مازلت 20 دقيقة ترجع كوليبالي
كوليبالي يلعب الكرة غيلان سيب الكرة يا بلالي كانت ماشية باهية وصلت ترجع الكرة عن طريق الترجي حاط الكرة سعدي سمير والدفاع والترجي من جديد الصيد الثمين دربالي دربالي يرجع بالكرة الترجي التونسي عن طريق وسط الميدان يلعب الكرة غيلان غيلان تحط الكرة على اليمين يلعب الكرة كولي كوليبالي كوليبالي يرجع بالكرة ولا يبالي تحط الكرة للترجي الغالي يلعب عن طريق شمام شمام وسط الميدان الربيع الربيع جاب الكرة بن محمد بن محمد يضغط بن محمد من غير خطا على ندفيد ندفيد وصل الكرة وصل الكرة ومروان مروان محسن وخطا مروان يكسب خطا على القائد على شمام مباراة أعصاب مباراة حقيقة للتاريخ أقل من 20 دقيقة نهاية المباراة ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي في المناطق الدفاعية شوف الأهلي فما مساحات الأولاد لازم نقدموا شوية والجمهور لازم يدز الآن ترجع الكرة حس الأهلي بدا يشد في الكرة طبيعي جدا في سكورتين بلاش لكن احنا وخرنا برشا نمشي كرة من عبة طويلة لمن الأفضلية ترجع بالرأسية خطيرة رد بالك يا خليل رد بالك يا خليل وخطا ضد سليمان رد بالك ما نلعبوش بالنار يا خويا ما نلعبوش بالنار يا خويا يا الخو ما نلعبوش بالنار إصابة لأحد نجوم النادي الأهلي الأهلي اللي حقق أول ألقابه الإفريقية عام 82 على كوماسي على شانتي الشهير بينما الترجي فاز بأول ألقابه في 94 على نادي الزمالك 8 أهداف سجلهم الترجي في تونس في نهاياته الإفريقية 7 هادي برخيصة الله يرحمه سجل 2 هاريسون أفول سجل 2 علي زيتوني 1 يانيك جوزيف نيانغ 1 وبكير 2 يصبح اليوم مثل فول ومثل بلها سجل دوبلي فما إصابة يظل سعد نعم سعد بقير التغيير كان اضطراري أضحك يا بقير لكن الفرحة بعد 20 دقيقة مش 20 سنة يا سعد 2-0 تحية ليك شابو شابو يا يعقوبي كمل هك كمل لنا 20 دقيقة على خير جاري من الجمهور الأهلاوي برشا لغو عبر المواقع الاجتماعية ولكن في الأخير أولاد الأهلي جاء مرحبا بهم في رادس في تونس ولبسوا القميص ويفتخروا به يتشرفوا بنادي القرن 8 ألقاب أفريقية و11 فاينل أو 12 فاينل اليوم في الشامبيونز في الشامبيونز فقط أجواء كبيرة في مباراة اليوم دور يا ساعة دور دور يا ساعة دور يدخل أحمد حمودي باش يدخل أحمد حمودي بعد لحظات في النادي الأهلي يلعب أوراق وكارتيرون الهجومية ترجع كرة ترجية يمشي ماجري ماجري كان نحاها يخرج بريس كراس راس ترجع كرة للترجي وفما خطأ للنادي الأهلي خطأ صحيح على اليعقوب قبل ذلك فما تغيير لمصلحة النادي الأهلي يخرج عمرو السولية ويدخل حمودي يلعب الكل في الكل لو عنا الفورمة والسرعة نتاع القداميين ماجري بليلي بدري نجمو نخلصوا بالثالث يا رب لأنه نحى بيفو دخل لاعب آخر إضافي في الهجوم اللي هو حمودي يمشي كرة هو خطأ للنادي الأهلي من نفس المكان فاول على الماجري ترجع كرة للفريق الأهلي عن طريق حمودي خطورة الأهلي الآن في الكرات الثابتة حذاري آخر ربع ساعة في النهائي ترجع كرة من حمودي يمشي حمودي كرة ترجع خطيرة بالرأس برافو الدفاع غيلاني بعد كرة الكونتر اتاك هزلوا على اليمين هزلوا على اليمين اقتل روحك على الكرة هذه ترجع بدون خطا يمشي خطا وفماش فاول يرجع غيلان الشعلالي غيلان اش تعمل يا غيلان تحت الضغط تحت الحصار يبعدها حسين الربيع في عز شتانة والكرة ترجع عن طريق الاهلي ترجي في الاخير اهلي من حسام عاشور
الشناوي كرة طويلة بالراس خذاو تقريب لديوال الكل الأهلي على الكرات العالية طويل برشا ممتاز فماش لمسة يد الحكم كان قريب باملاك ألعب من غير فلسفة ترجع الكرة الترجي التونسي عن طريق دربالي دربالي يحط الكرة تلعب للترجي الرياضي عن طريق البلايلي أو بدري أو بدري فماش خطأ فماش فاول حكم صارم باملاك تسيما ترجع الكرة للترجي الرياضي واحد يضغط في الوسط واحد يضغط في الوسط ترجع الكرة كريم نادفات كريم نادفات وكرة مرة أخرى مش تحبوا الكرة الأهلي ما خرجتش تبقى الكرة مرة أخرى عن طريق نادفات نادفات يطلع بالكرة حذاري حذاري من إسلام محارب إسلام محارب على اليسار دربالي دربالي مترميش روحك دربالي 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 بعد كرة لكن كوليبالي ترجي كانوا بدنيا ترجع الكرة للفريق الأهلاوي عن طريق عاشور 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 يلعب الكرة للنادي الأهلي مرة أخرى محاولة التوزيع ترجع الكرة الترجية البلايلي حط الكرة كولي كولي يلعب الكرة عن طريق الماجري أو البلايلي كانت بين البلايلي والبدري تحس بدنيا الفريق تقريبا وقف نعملوا برشا على الدفاع ربي معانا كرة ندفاد واحد يطلع له ما يوزعش الكرة الطويلة يمشي من غير أخطاء عاشور عاشور تحط الكرة وسط الميدان يهرب النادي الاهلي خطيرة عن طريق اسلام وحارب بين ثلاثة والدربالي وقف منيح دربالي دفاعين مباراة توب وجاب التوزيع نتاع الكاس لحد الان كرة للترجي الرياضي ترجع الكرة مرة أخرى غيلان غيلان وسط الميدان وخطا للترجي الرياضي التونسي اقتل الوقت اربح الان الفاولات البلايلي عنده كرة ترجع كرة مباغتة للترجي التونسي فماش تسلل فما اوف سايد وقت المس الكرة رفع الراية على بلال ماجري ترجع كرة للنادي الاهلي دقيقة 78 تلعب الكرة مرة أخرى للنادي الاهلي واحد يقدم له عاشور قاعد يربح في التيران ارجع يا ماجري اسلام محارب اسلام محارب والكرة تمشي مرة أخرى محاولة التوزيع والكرة ترجع من يعقوبي أحد نجوم النهائي اليوم غيلان غيلان يلعب الكرة يمشي القدام بلايلي بلايلي يلعب البلايلي يبدل الكرة ممتازة فيهاش تسلل الثالث الثالث يا بدري الثالث يا بدري الثالث يا بدري كرة خطيرة ما زالت كرة من بدري فماش تسلل حط كرة ركنية يا نيس ها يا نيس ها يا نيس هذه ما تبيعش هذه بدمها كرة كاس هذه تضمني اللقب نهائيا يا نيس تخليني مرتاح شوف الكرة شوف الكرة شناوي ممتاز يدخل مسكيني المسكيني ورقة ثالثة وأخيرة يخرج لها البلايلي يخرج البلايلي البلايلي كانت تذكره بعد هدف شوية ما عادش يقدر دون كمل به الماكسيموم الآن يدخل المسكيني كونتر أتاك وسكرها التالي كونتر أتاك وسكرها التالي يدخل محمد أمين المسكيني بديل يوسف البلايلي ولد الصحراء ولد الفناك ولد الجزائر الجارة يدخل محمد أمين المسكيني ترجع الكرة مرة أخرى شفت يقول لك كلمة عليها ملك جيت أنا حتى في تعليقاتي السابقة بذكريات خلص يا شرميتي خلص يا بدري يا عيشاتك باش تخلص يا بدري خل نخلصوا معاك الكل ترجع الكرة للترجي الرياضي يعقوبي يعقوبي لا ترجع الكرة للترجي الرياضي طويلة في مناطق النادي الأهلي ضغط عليه ضغط عليه ترجع الكرة عاشور كوليبالي السليم يطلب الضغط واللعب القدام في مناطق الأهلي يتيح له أوه كرة طويلة في التماس باهي 10 دقائق من نار في نهاية المشوار الإفريقي 2018 3-3 في مجموع المواجهتين الترجي لحد الآن يحقق إنجاز الريمونتادا الآن فقط الكلين شيت يؤمن له النجمة الثالثة على القميص ترجع الكرة بالرأس في الميدان خطيرة الكرة طويلة ما غير خطأ ما غير خطأ بالرأس ترجع مرة أولى من ربيع باهية والكرة من غيلان ثانية وبن محمد عندك وتاكا والتيكي والتيكي تاكا مسكيني ومسكيني بن محمد وبن محمد الربيع والربيع بيع وفي خطأ على كوليبالي فاول على كوليبالي
بنك الترجي يطالب بالصفر على المالي سليف كوليبالي. كرة من بلال الماجري. استوفينا تغييراتنا. بلال يظن عنده تغيير مازال. خارج الكرة للترجي التونسي. يا ربي الهدف الثالث. والكرة ترجع للترجي عن طريق بن محمد. عديه بن محمد. عديه بن محمد. يمشي بن محمد. جاب الكرة بن محمد وضربة مرمى. ضربة مرمى صحيحة يا بن محمد. ارجع كرة للنادي الأهلي. تربح الثواني. نقر دقائق من هنا ثواني من هناك. هذه ما تذيعش يا بدري. هذه ما تذيعش يا بدري. هذه تخلصنا يا بدري. تريحنا يا بدري. بدري اللي فما مبعوث من فريق اوروبي تبع فيه. نعرف الفريق لكن الاحترام نحتفل بالمعلومه. ترجع الكره لكوليبالي. كوليبالي يمشي بالكره. ارجع ارجع ارجع. ترجع كره الترجي الرياضي. برافو. هذه الروح هذه الرجوليه يا بدري. تاكل صحيح في التايم صحيح. والكرة في التماس للنادي الأهلي. كرة ترجع من التماس للترجي الرياضي التونسي. كل ثانية تطمعنا، كل دقيقة تقربنا، كل لحظة نحلم فيها بمعانقة الكأس الذهبية. فاول لفريق الترجي التونسي. وليد سليمان يدخل الحكم. البدري يطالب بورقة. في الأخير الصورة أمامك. الصورة أمامك. فما خطأ لكن فما شرك أعتقد ما تستوجبش يعني ورقة صفراء وحمراء لسليمان للأمانة. أعطينا حق يا باملاك تسيما. أجواء كبيرة. الجمهور مش عاجبني. يلزم يفيق أكثر. تلعب مباراة عادية هذه في الدوري التونسي. هذا الصوت نتاعكم نعرفه بالدوري التونسي. فينال شامبيونز ليج ما تخافش. شجع غني بس في الاخر تفرح بيد الرب. نمشي كرة طويلة. نلعب كرة لفريق النادي الأهلي. ترجع كرة سعد سمير. سعد سمير يا ريت الترجي يطلع الزون بتاع افتكاك الكره القدام بالراس. خذاوها لي بالاريتي الكل. اضرب انت شمام. خذ الكره. استموت عليها. استقتل. تماس للترجي الرياضي التونسي. برافو يا غيلان. 84 دقيقه. هالساعه هذه هالساعه هذه لليوم يعني باللهجات التونسية في مختلف مدننا مناطقنا واقفة واقفة حابسة يدور. تمشي كرة عن طريق شمام. شمام يلعب كرة. ماشي بالراس. ترجع كرة. اوه في خطأ يقول الحكم على بن محمد. في خطأ على بن محمد. معنى فيها على الأقل نربحوا وقت ونربحوا كرة. ولكن كرة ببامليك تسيما. ابعد ماجري. فريق يرجع يتمركز. حذاري من اخر الدقائق. 85 دقيقة في المباراة. تمشي كرة ملعوبة طويلة. بالراس عندك. والكرة الثانية خطيرة. والتسديد. برافو كولي. برافو كولي. تمشي كرة طويلة. مسكيني. مسكيني. الماجري يقاتل. ماجري. ماجري ممتاز. الهربة للترجي الرياضي. فما امتياز. مسكيني. مسكيني. حط الكرة غيلان. غيلان امين. يمشي محمد امين المسكيني. مسكيني يربحتوش. 85 دقيقة. 5 دقائق ما تولهم في عمر الرجال. 300 ثانية. 300 ثانية للنتفاد. و 300 ثانية للترجي التونسي. كرة من حسين الربيع. يلعب الكرة. حكم يقول خطأ لمصلحة النادي الأهلي. برشا اخطاء تفاداها يا ماجري. كرة تجيك على الاقل نربحوا بها وقت. دي الثانية بدمها الان. تمشي كرة طويلة عن طريق الحارس بالراس.
يوصل ميدان عاشور، عاشور والضغط وفك كورة، امشي امشي زيد، خرج له واحد يدوبلومون، امشي بالكورة، اعطيها بدري، اعطيها بدري، اعطيها بدري، اضرب يا بدري. وتونس دائما برجالها، ديما وين متروح الخضرة برجالها. 3-0 يا بدري، شوف الكرة على عاشور، شوف البدري، بدري بدري هداف الشامبيونز ليغ ويسجل اغلى شامبيونز ليغ في المئوية. جابوها الرجال ولاد الرجال، لا تقرا لا تكتب، لا تقرا لا تكتب. الله تاريخك يشهد بيك، ما نتكلمش، جمعية عريقة اللي قالها ما كذبش. 3-0 في الوقت القاتل، يوجع يشوي يكوي. 3-0 يا البدري. ثلاثة صفر الترجي التونسي، أول مرة الترجي يربح نادي مصري بثلاثة. ما أحلى وجهك، ما أحلى وجهك، تعال وقابلني، تعال إيجا إنفانتينو قابلني. السر في الصلعة، زيدان ومعين وإنفانتينو. أوه أضغط، هانت يا رجال، بالجدارة بالاستحقاق بالأحقية بكل المريد، الدولة الترجية تكتب نجمتها الثالثة بإذن الله، بإذن الله تكتب نجمتها الثالثة. صغير كبير، هاك الوليدات الصغار اللي دمعوا عم ناول باش تفرحوا الآن يا رجال. مازال التركيز، مازال التركيز، يمشي بالكرة نيدفيلد، نيدفيلد برجع كرة طويلة برا 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 كرة برا. 3-0، هذه من مباريات التاريخ. ترشي لعب برشا ذكاء، برشا صنعة، والهدف متاع بكير يرحم والدين والديك يا بكير، هي اللي قلبت الطاولة. هدف 46 يا بكير، مدين بيه ليك جمهور الترجي للمئة سنة الثانية لأولاد ولاد ولاد ولاد. 3-0، هاي فرحة يا سهرة، هاي الريمونتادا على الطريقة المساوية، على الطريقة الكتالونية. كارتيرون يا كارتيرون، البارح سي اس اس، اليوم او اس تي. اليوم ما تبسيش، اليوم ما تعديش، اليوم ما تبوجيش، اليوم ما تحكيش. خوص صفرة يا معز، 89 دقيقة، وين؟ مش فهم. ألعب الكرة، ألعب الكرة، ألعب الكرة. 3-0 للترجي التونسي، 3-0 للترجي التونسي، 3-0 للترجي الرياضي. دقيقة 90 في المباراة، ملا بدري، لا تقرأ لا تكتب، تقرأ بالتونسي، تقرأها بالعربي، تقرأها فرانكفوني، تقرأها عربي، تقرأها أمازيغي، تقرأها ثلاثة بلاش. ترجع الكرة عن طريق بن محمد، يمشي بن محمد، بن محمد ماجري، جابوها الرجال ولاد الرجال. النادي الاهلي خسر 4-1 في 95 ضد الكلوب في بطوله عربيه، ولكن افريقيا عمره ما خسر 3 فارق في تونس، هو 2 ما خسرهاش. افهموا الانجاز اللي عملوا الترجي يا ناس، الاهلي عمره ما خسر في الافريق ضد التوانسه اكثر من فارق هدف، اليوم 3 بلاش. واحد بكير، الثاني بكير، الثالث بدري بينا يدير. اوه 3-0، 4 دقائق وقت بدل ضايع. هذه القعدة وهذه الجلسة وهذه الركنية وهذه الكرة عملها أبو عزي وأفول في نهاية 2011 وقت اللي علقت على ماتش الحمرة الوداد، بنفس الغسرة وبنفس المحبة وبنفس الفرحة. يا رب خذ ركنية، خذ ركنية، ضربة مرمى يا ماجري، أعطيه يا ماجري، أعطيه يا بلال،
دقيقة ثلاثة دقائق ما زالت. رد بالكم الأهلي غدار في آخر الدقائق. رد بالكم رد بالكم رد بالكم رد بالكم. الآن تنتهي بصافرة ياسيما باملك. تمشي كرة طويلة عندك بالرأس ما ياخذهاش. والكرات العالية الكل خذها الفريق الأهلاوي. يمشي سليمان اختيرة اخرج يا معز يا معز يا معز. اشتعمل اشتعمل يا معز اشتعمل يا معز. شعملتنا يا معز مش تهبلني يا معز. برافو يا دربالي. هذا دربالي اللي سبيتوه. هذا هو الدربالي اللي مرديتوش عليه. جابوه من الملعبية هذا جبتوها بالدربالي وغيره. يمشي بالكرة ماجري. خطا على الماجري خطا على الماجري. سيبها يا بلال سيبها يا بلال. دقيقة ونص اعطيه ورقة صفراء يستاهل يستحق. يا حبة تتعدى دقيقتين ونص. يا حبة تتعدى هل ال 150 ثانية. ترجع كرة من الدفاع التونسي. كرة مرة أخرى. حذاري حذاري والتوزيع حذاري. وبرافو معز برافو معز. ترجع كرة من حمودي ترجع من حمودي. وفي خطأ في خطأ لبن محمد. لو تفهموني في 3-0 وأنا على أعصابي علاش. توا ما نقولكمش اللي يفهمها وحل بالها تو يفهمها. عملنا 3 تغييرات فهمتوني هكا بالولي بالرسمي فهمتوني. 3 تغييرات عملناهم. رد بالك يا معز يهديك ربي يا معز. هذا 0 للترجي التونسي. مازال 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 مازال. ركزوا لي على اللعبه. شمام يطالب الدربالي بالتقدم. خلاص 1-2-3 هذا انتصار واستحقاق. هو جدارة بالفوز بالبطولة الغالية. 3-0 بمجموعة 4-3 بين برج العرب ورادس. معين يدخل التاريخ. معين يدخل التاريخ. مسكيني 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 مسكيني. فما خطايا بملك فما فاول. 40 ثانية 50 ثانية. ترجع الكرة. شوف ما عادش ما عادش تعدي لي الريبلاي. عدي لي المباشر عدي لي المباشر. آخر كرة آخر كرة. يمشي بالصورة شناوي شناوي ما ياخذهاش كوليبالي. تاخذ كرة كوليبالي خطيرة النادي الأهلي. حذاري والدفاع والكرة مرة أخرى للأهلاوية. ترجع ترجية. يمشي البدري ولد الجمعية. الكرة في تماس لا ملعوبة. ما زالت الترجي. حطها له قدام حطها له يا فيل حطها له يا فيل. العب يا الفيل العب يا فيل. اليوم كلها سيودة الكلها سيودة. يمشي غيلان يهرب غيلان حتى غيلان. فماش فوت. 4 دقائق انتهت المباراة انتهت المباراة. رد بالك رد بالك رد بالك. وترجع الكرة للترجي والكرة الترجي التونسي. برافو شمام 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 شمام. احلى كابيتان خليل شمام. زفر 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 يا بابلاك. تهزيمة يوميها تهزيمة يوميها. الحبشي يوميها. الدولة الترجية بطل افريقيا بطل القارة السمراء. الله 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 على الدولة الله على الشيخ الله على النادي الله على الجمعية الله يا الترجية الله يا مكشخ. 3-0 مباراة للتاريخ. 9 نوفمبر يلزم ما عادش يلعب فيها النادي الأهلي. البارح ليطوال واليوم الترجي الرياضي التونسي. جبناها جابوها ربحناها ربحوها حقوها حصلوها رفعوها. نورونا ونوروهم. 3-0 للترجي الرياضي التونسي. مبروك الكل تونسي مبروك الكل محب لتونس وللترجي الرياضي. هذا اللقب الغالي. صدك عالي يا الترجي صدك عالي يا الترجي. اسمك غالي يا الترجي. 3-0 شكرا يعقوبي شكرا بدري. برافو برافو بكير ودربالي وكل الرجال. بطل افريقيا الترجي الرياضي. 1,000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 ,
ونرجع باش نفرح بالبوديوم. والله جابوها رجال لانهم اولاد رجال. شكرا للزميلين علي محمد علي وعصام الشوالي. إذن هكذا الترجي التونسي يفعلها ويحول النتيجة لصالحه بفوزه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء إذن، ويكون هو البطل ليضيف نجمة أخرى إذن في قميصه. الترجي يفوز إذن بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، ونتيجة ثقيلة أيضا تلقاها الأهلي المصري الذي لم يقدم شيئا في هذه المباراة يشفع له. والترجي طبعا فاز بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 46، فكانت منعطف إذن هذه اللحظة لهذا الفوز بقيادة معين شعباني. إذن دون أن ننسى خالد بن يحيى أيضا الذي قدم الشيء الكثير لهذا الفريق وحسن من أدائه خصوصا في الدفاع. الأهلي إذن يخسر نهائي هذه المرة لكن بنتيجة ثقيلة، هذا ربما الذي لم نعهده مع الأندية المصرية وخصوصا الأهلي المصري. إذن هذا أكبر فوز طبعا الأهلي في تاريخ لقائه مع الأندية التونسية، وروح رياضية عالية الآن تهاني إذن على أرضية الملعب. كباتن سنشرككم معنا إذن. طبعا نذكركم أولا بالأهداف الثلاثة وكم كانت مثيرة، خصوصا الهدف الثالث الذي قضى على أمال الأهلي المصري. نبدأ من البداية إذا في الدقيقة 46، هذا الهدف برأيي المتواضع هو الهدف الذي أعاد الترجي إلى أجواء النهائي وإلى هذه المباراة عن طريق اللاعب سعد بغير الذي فتح باب التسجيل. هذا الهدف أثر كثيرا على الأهلي الذي لم يعود في أجواء المباراة في الشوط الثاني، كان ربما بين نارين أن يهاجم ليعادل النتيجة، فتلقى هدف ثاني كان في الدقيقة 54 أي بعد 10 دقائق من بداية هذا الشوط. ومن أول كرة عرضية سعد بغير مرة أخرى اللاعب نفسه يعمق الفارق من الرأسية إذن لهذه التمريرة العرضية. هذا خطأ آخر تمريرة عرضية وها هو الهدف الثالث في الدقيقة 86 للاعب أنيس بدري من هجمة منسقة إذن تسديدة قوية طبعا في شباك الأهلي. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء. ثمانية أهداف إذن لأنيس البدري الذي يسجل هذا الهدف والذي لعب مباراة كبيرة أيضا. كابتن وائل أبدأ معك، هل كنت تتوقع هذه النتيجة الثقيلة؟ أين كان دفاع الأهلي؟ الأهلي ككل في هذه المباراة؟ بداية أنا كابتن أخضر مبروك للترجي ومبروك لكابتن طارق والجمهور الترجي. مشكوك على روحك الرياضية. فوز مستحق وفوز بدون أي شك للنادي الترجي، نادي كبير وتكلمنا عليه قبل كده، وإمكانيات الترجي كفريق واسم كبير في أفريقيا. زي ما قلنا أنا بالنسبة لي أفريقيا هي الأهلي والترجي، أكبر ناديين في أفريقيا، والترجي يستحق الفوز بمباراة النهاردة، فوز مهم جدا. النادي الأهلي اتهزم قبل مباراة النهاردة يا كابتن أكتر، اتهزم لما المسؤولين بتوعه والمسؤولين في مصر ما وقفوش جنب النادي الأهلي، زي ما حصل مع مسؤولين الفريق الترجي والمسؤولين التونسيين، وقفوا وساعدوا وسندوا بكل ما أوتوا من قوة فريق الترجي. غياب العناصر الحاسمة واللي اتكلمنا عليها قبل المباراة ليه دور مهم جدا النهارده. بص الاوراق البديله اللي نزلت للنادي الاهلي، النادي الاهلي النهارده ما فيش اي روح قتاليه موجوده في الملعب، غياب تام عن اللعب الهجومي. لما بتشوف احصائيات المباراه مع الكباتن 13 تسديده مقابل تسديده واحده، دي أسوأ مباراه للنادي الاهلي خارج البطوله افريقيا الموسم ده. كابتن عفوا سأقاطعك كده، سنذهب يبدو شعباني موجود مباشره مع زميلنا نافع بن عاشور. نافع الخط معك، تفضل. مساء الخير الأخضر معين الشعباني، المدرب الذي قاد الترجي، ابن الترجي، القائد السابق للترجي، المدرب المساعد السابق والمدرب الحالي، أخذ القطار وهو يسير ولم يكن طريق يسير، فكانت مهمة صعبة، كانت مهمة صعبة لما تكون خاسر
في سيمي فاينل وتعود بتلك الطريقة لما تخسر أمام فريق القرن الإفريقي 3-1 وتحافظ على التركيز في أسبوع رغم النقائص وتفوز 3-0 انتصار تاريخي للترجي معين. أول حاجة الحمد لله نشكر ربي كثير الحمد لله. كما قلت الباركور ما كانش سهل أبدا كان صعيب. بدينا من الأول معنا سي خالد بن يحيى كنذكر وقت بدينا في موريتانيا في كينيا غورماهية الديبلاسمون اللي عملناهم الكل تعبنا تعبوا الأولاد. بعد الحلم بدأ بشوي بشوي يكبر. من الأول ما كانش ترجي هو أفضل فريق في نظر الفنيين ما كانش يوصل لبعيد ولكن الحمد لله الخدمة متاع العباد ثقة الإدارة فينا الجمهور اللي كان سند كبير لنا الحمد لله اليوم ترجي بطل أفريقيا الحمد لله. صراحة لما تخسر من الأهلي وليس أي فريق 3-1 ويعني ينقصك فرانكوم الذوادي ليس من السهل أن تعود بهذه الكيفية وبهذه الطريقة معين. صحيح معناها الظروف كانت صعبة عنا برشا معناها لاعبين مصابين وعنا غيابات وخاصة الخسارة. حاب نقول لك اللي تقهرنا برشا بعد ماتش الذهاب وقاتلنا قهرة كبيرة وقعدنا معناها شادين أعصابنا والحمد لله. أنا نحب نقول الحمد لله كنت نتمنى معين كنت نتمنى فما ناس فرقوني في الحياة كنت نتمنىهم يكونوا حاضرين اليوم الله يرحمهم. دموع غالية معين الشعباني شكرا نتركك للفرحة مع لاعبين. طبعا مشاهد مؤثرة الأخضر مدرب شاب في بداية مسيرته ياخذ خطره ويسير يتوج نواصل رصد الأفراح الترجية. محمد علي اليعقوبي أيضا من الذين دخلوا في التشكيلة الترجية في أوقات حساسة وحاسمة. محمد علي يعني في السيمي فاينل إياب مباراة صعبة كنت أساسي سجلت هدف. اليوم في مباراة أمام هجوم الأهلي وأمام فريق الأهلي والترجي متأخر مباراة كانت من المقام الأول للفريق ككل وروح عالية. محمد علي والله الحمد لله. أول حاجة الحمد لله اللي فرحنا العباد هذه الكل الحمد لله اللي خدينا التيتر هذا وكهو اليوم كنا رجال حتى حطينا في قلوبها جمعة كاملة حسينا بالمسؤولية الحمد لله والله الحمد لله توجنا اليوم كنا رجال الناس كلنا رجال بال يعني الإطار الإداري والإطار الفني والتيتر هذا معناها نهدي شخصيا لخالد بن يحيى اللي تعب برشا باش نهزوا التيتر هذا وكهو والله الحمد لله. محمد علي يعني صراحة الأهلي شكل عقدة خاصة للفرق التونسية في ملعب رادس وللترجي مهزومين 3-1 أمام فريق كبير أسبوع كان صعب. ما هو سر هذا المردود اليوم وهذا الهدوء وهذه ثقة بالنفس أمام منافس صعب؟ والله كنت تظلم برشا معناها وعرقك ياكلوه معناها بالفصوان هذيك سي نورمال معناها باش عباد تحس باش كي تبدا راجل معناها تحس بالظلم باش تعمل رياكسيون معناها مي الحمد لله الرياكسيون كانت باهيه كنا في المستوى معناها ما عملناش الحاجات خايبين معناها يمكن حتى هنا هما اللي بداوا معناها جوار بليسي عنا وما يرجعوش كوره الحمد لله كان فني وعلى المستوى الاخر الحمد لله الرد كان فني وحتى الجمهور تشوف كيفاش اليوم كانوا في المستوى الناس كل اليوم جمهور ولاعبين كل الناس كلنا في المستوى الحمد لله. مبروك نواصل مجدي التراوي. مجدي يدخل التاريخ اليوم توج مع الترجي كلاعب اليوم كمدرب مساعد كفني وتوج قبل ذلك مع النجم الساحلي في 2007 امام الاهلي. مبروك مجدي لقب ربما هل هو الاحلى ام لما توجت كلاعب احلى؟ لا الحمد لله قبل كل شيء معناها سمحني اتاخر شويه. صحيح كلاعب حلو برشا لكن اليوم دخلت التاريخ كمدرب معناها مع زوز القاب الحمد لله معناها هذا كله ثمرة عمل كبيرة وثمرة تلعب في نوادي كبار في تونس اللي يخليوك توصل تعمل يعني سجل كما هذا الحمد لله. اليوم مباراة الذهاب كانت تلعبت على جزئية تعرفوها انتم شنو هي. اليوم مباراة العودة أكدنا اللي نحن أفضل من الأهلي لما نلعبوا كورة وتكون الحكم نزيه نفوزوا الحمد لله معناها هذايا تتويج هذايا معناها خدمة في الأطراف الكل حقيقة من رئيس نادي معناها مشكور سيد حمد المد اللي يوفر كل شيء إطار فني من الناس اللي خدمت زادة معنا قبل حقيقة الجمهور هذايا الغالي اللي جاء اليوم ما نجمش يروح كان بالتيتر هذايا
ان شاء الله يا رب هذه البدايه ومازال الترجي تنتهج كان بالالقاب. شكرا لك مجدي. التراوي الاخضر طبعا مراسم التتويج من الرسميات والتحاليل لك في الاستوديو ونعود في وقت لاحق. شكرا زميلي نافع بن عاشور، نعطيك راحة لأن صوتك يبدو أنه تأثر كثيرا إذا بهذه النتيجة. مهما يكون طبعا كابتن طارق يريد أن يوجه أيضا تهانيه لفريق الترجي، كان يريد أن يوجه للمدرب الشاب معين طبعا الشعباني الذي يبدو أنه كان متأثرا أظن لفقده أحد طبعا الوالد والولد. لكن ما نريد أن نعرفه كابتن، متى شعرت أنت كلاعب وكمحلل أن ترجي يفوز بهذه المباراة؟ متى؟ في أي لحظة؟ بعد الهدف الأول، لأن كان فريق وأصبح فريق. نعم. الهدف جاء في توقيت أمس دقيقة 46 لما كان الترجي مر فترة صعبة، الترجي ما دخلش في المباراة، الترجي كأنه خائف، لقى صعوبات كبيرة مع التنظيم الدفاعي، منظومة دفاعية لفريق الأهلي. والهدف الثاني جاء في توقيت هام. نعم. 10 دقائق بعد 10 دقائق من الشوط الثاني. يعني انتهت المباراة، لأن شاهدنا الأهلي ما عندوش واضح اليوم، الغيابات العديدة أثرت على مردود الهجوم للفريق، لأن اليوم الأهلي ما خلقش ولا فرصة. أنا أقول برافو لدفاع الترجي، برافو للشماع، برافو لمحمد علي اليعقوبي، الدربالي اللي قدم مباراة كبيرة واليوم كان وراء الهدف الثاني، سعد بقير. نعم كابتن سأقاطعك لأن يبدو معنا رئيس الجامعة كما تقولون أنتم، نحن نقول رئيس الاتحاد وديع مباشرة مع نافع بن عاشور. نافع تفضل. طبعا شكرا أخضر. تتويج تونس ككل، كرة القدم التونسية تتوج اليوم، أسبوع لم يكن سهل، ربما الاتحاد التونسي أخذ العاتق في التفاوض على الجماهير على العقوبات، وأيضا ينضم إلينا السيد حمد المدب ربما للتتويج لهذه الفرحة التونسية. قلت دكتور وديع فرحة كرة القدم التونسية وتتويج ترجي هو اليوم، تتويج لعمل كان متكامل وأجواء هادئة وروح رياضية وهذا المهم. مبروك لتونس الكل، مبروك للعالم التونسي لأنه الترجي الرياضي التونسي اليوم يمثل كرة القدم التونسية. اليوم تونس تتربع على عرش كرة القدم الإفريقية في مستوى الأندية في أحسن تظاهرة رياضية في مستوى بطولات الإفريقية للأندية، ثم لامانيير، ثم النتيجة العريضة، ثم الأداء، ثم هالجماهير العظيمة اللي حاضرة بروح انتصارية ولكن بأداب وباحترام كبير. هارد لك للأهلي المصري، يبقى ديما فريق كبير، وكرة القدم المصرية معناها توجد في عديد المرات ونقعدوا ديما نحترموها. الحمد لله للأجواء اللي تعطي إيماج حقيقية على تعرف الملعب هو إيماج للشعب التونسي، يعني وقت تلقى من الملعب فيه 50,000 أو 55,000 بهالروح الرياضية، على الأقل نأكدوا أن تونس معناها فير بلاي وتونس لها من المدخول. كيف كيف مبروك لإدارة الترجي، اللاعبين والفنيين وجماهيرها ولقدماء مسؤوليها، للعائلة الترجية الكل والعائلة التونسية الكل الموسعة وبارتيكولار مور فوتبول، ومبروك للثنائي معين شعباني ومجد تراوي للشبان لأول ثاني وثالث مباراة تكون تتوج بها، والحمد لله أنه مع احتراماتنا للكل هو منتوج تونسي بحت، وهذا معناها ما يشرف كرة القدم التونسية. إن شاء الله القادم أفضل لكل الأندية، وإن شاء الله كل الأندية التونسية نكونوا معها هكا، وإن شاء الله كل تفرحنا وتتوج وتكون معناها منارة أفريقيا وعلى الشلاف العالمية. نستنى إن شاء الله ترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، وإن شاء الله ترجي الرياضي التونسي مرة أخرى يثبت أنه خير سفير كرة القدم الأفريقية. شكرا لك يا دكتور وديع الجريد. طبعا مهم جدا زميلي الأخضر، تونس عادت لكأس العالم في الصيف، والآن نادي تونسي أيضا يتواجد للمرة الثانية في كأس العالم للأندية بعد 2011، وهذا مهم للكرة التونسية. لك الخط. شكرا دافع، أتمنى أن يكون معنا الرئيس أيضا الذي قدم خدمة كبيرة لنادي الترجي التونسي في الأوقات الحرجة خاصة، ربما بإمكانك أن تأتي به بعد لحظات لأنه مر بسرعة. كابتن تريد أن تواصل؟ طبيعي، نقول يمكن أفضل مباراة للترجي في الشامبيونز ليج، لأن يعني المباراة هذه سجل 3 أهداف ما قبلش أهداف، صنع فرص كثيرة، صعب مأمورية الأهلي بعد الهدف الثاني من ناحية دفاعية، الترجي كان المنظومة الدفاعية كانت ممتازة، أداء تحسن تطور، شوط ثاني رائع من اللاعبين الكل من حارس مرمى إلى المهاجم الخنيسي. أعتقد أن اليوم واضح حتى المدرب تغييراته كانت ناجحة، برافو لسعد بقير اللي رغم غاب تقريبا عديد المباريات وما عادش يأمنوا به الناس، لكن اليوم سجل هدفين، هذا اللاعب الكبير في اوقات أيام. اعتقد ان اليوم الترجي بصراحه
فوز كبير. لماذا؟ لأنه عنده المئوية. نعم. احتفل بكأس أفريقيا. ثم لا ننسى بيشارك في كأس العالم للأندية. نعم. برافو للعائلة الموسعة للترجي من رئيس النادي، اللاعبين، المسؤولين، بضبط الاتحاد، الجمهور. وأعتقد أن اليوم الحكم قام بمباراة كبيرة. هارد لك النادي الأهلي. نعم. يبقى فريق كبير وفريق عريق ووصوله في الأدوار النهائية في عديد المناسبة. نعم. لكن اليوم الترجي كان أفضل وأقوى وفاز جدارة، هذا هو رئيس النادي. نعم. ويبقى مسيطرا إذا النادي الأهلي، رغم هزيمته بثمن بطولات مثل ما هو المنتخب المصري أيضا في إفريقيا. طبعا الآن سنحاول أن نتحدث أيضا عن اللاعب الذي نشاهده مباراة بليلي يوسف مع الرئيس. بليلي لاعب مباراة كبيرة اليوم حتى في المقابلة الأولى. نعم. الأخضر لأنه لاعب أول حاجة يمتلك مهارات. نعم. وإحنا عارفين أنه المهارات تعطيك حلول كبيرة وتخلق لك يعني فرص كثيرة، وربما تكون هو. نعم. الحل الأنسب لزعزعة أي دفاع. معذرة سأعود. نعم. إليك. يبدو أن رجل المباراة اليوم سعد بغير موجود معنا مباشرة مع زميل نافع. نافع تفضل. إلى جنبي لاعبين أشولين يلعبين بالمراوغين بالساق اليسرى. طبعا خليل شمام قاد فريق، لكن سأبدأ بأحد نجوم مباراة اليوم. كابتن طارق كان يتحدث أنه سعد بقير عاد من بعيد في هذه البطولة الإفريقية، شكك الكثيرون في سعد بقير لكنه أجاب بدخول قوي في ضد بريميرو وبهدفين اليوم. سعد مبروك، أول لقب إفريقي ومباراة من المقام الأول و 2 أهداف في نهائي تشامبيونز ليج، يعني ليس من السهل وتقعد التاريخ. بطبيعة الحمد لله يا ربي على الانتصار هذا، بطبيعة الواحد يقعده في التاريخ متاعه سجل هدفين في نهائي. ونحب نادي الانتصار هذا، جمهور الترجي الكل تعب عليه جوارات وستاف، نحب نادي الانتصار هذا سي خالد بن يحيى خدم معنا زاد وتعب، الحمد لله يا ربي وان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله. سعد ما سر ردة فعل الترجية القوية اليوم في مباراة الإياب؟ ما فما حتى سر، لكن في الملاعب يحس بالظلم ديما يكون ردة فعل نتاعه تكون هكا. الحمد لله ربي اليوم ربحناهم في ترى، الحمد لله ربي الانتصار هذا نادي الجمهور الكل هذا. شكرا سعد. خليل شمام الى جانب سامح الدربالي وبن شريفيه، اللاعب الوحيد الذي يتوج بثاني دوري ابطال افريقيا في نسخته الحاليه 2011. خليل شمام كان على الميدان وانهى المباراه كقائد، واليوم قائد يعود وفي المحور في مركز غير ظهير ايسر يتوج بلقب. خليل خسرت نهائي 2012 ضد الاهلي، توجت 2011، لكن يبدو لي بمجموعه شابه وباطار فني شاب هذا اللقب وبانتصار 3-0 عنده طعم خاص. اول حاجه الحمد لله يا ربي على الانتصار هذا، والله التتويج هذا عنده طعم خاص نساو المكشخين الكل، خاطر جاي في ظروف صعيبه. شفنا للمباراه الذهاب الشيء اللي صار الكل، اهم حاجه للملاعبيه قاعدوا مركزين على الميدان وذاك هو اللي حصل. نصور تيتر مستحق، مبروك علينا، مبروك على الجمهور الكل، رئيس النادي اللي كان معانا طول المشوار هذا. الحمد لله يا ربي خاطر حرام باش الببليك هذا ما يروحش فرحان معنا. الحمد لله. وملخص القول الكل اليوم، ما نرجعوا للفار اليوم. طيب تعود مع الكاس لانه يعني نتركك لحفل التتويج، لك الخط الاخضر. شكرا زميلي نافع. اذا المبتسم الابتسامه العريضه اليوم. سنذهب مباشره كابتن، سنعود اليك لن انساك في تتويج، سنذهب مباشره الى زميلنا عصام الشوالي وايضا الى زميلي علي محمد علي ولك التعليق على هذه المراسيم. تفضل الخط معكما. هذه هي الكاس الغالية اللي حققها الترجي الرياضي التونسي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 94، بعد 2011 جاء دور 2018 بمدربين شبان معين الشعباني في الحسابات الى ناصر شوشان الحارس من حراس الترجي في السبعينات والثمانينات، الى كل من عمل كيني الاسعد، الى خميس الدريدي ايضا في تنظيم الرحلات، رياض بن نور رئيس الفرع ورئيس الترجي الرياضي التونسي، حمدي المدب اللي بطوله افريقيه ثانيه، 4 نهائيات في 8 سنين، 5 مرات في الدومي فينال
في 8 سنين 5 مرات في الدومي فينال، بطولة ثانية على الجبين. لم تكن سهلة يا رجال، لم تكن سهلة يا سيدات، لم تكن سهلة يا الأولاد. الترجي الرياضي التونسي لأول مرة يربح النادي الأهلي فارق 2 أهداف في 20 لقاء ومواجهة، ولأول مرة ينتصر على فريق مصري شقيق ب3 أهداف. هذا دليل على الإنجاز الإعجاز اللي عمله الترجي الرياضي التونسي اليوم. أول مرة في تاريخه يخسر أسبقية 2 أهداف في الذهاب. نقطة أخرى، لأول مرة من عام 76 الأخضر بالريش حضرها يعرفها وعاشها، ذكريات بن الشيخ وبتروني ودراوي وباقي الرفاق للمولودية وقت اللي عملوا الريمونتادا التاريخية على حافيا كوناكري، 3-0 البطل الغيني، 3-0 البطل الجزائري، والبنالتيات أعطت الكاس للمولودية. من عام 76 ما فماش فريق في الافريق في كاس الابطال والشامبيونز ليج عمل الريمونتادا. وامام من؟ امام نادي القرن، امام 11 فاينل و12، امام 20 بطوله افريقيه، امام ثالث العالم في 2006، امام الكبير الاهلاوي. هذا يزيد في قمه الانجاز، هذا يزيد في قيمه النجاح. هذه الكاس تحققت في المئوية، ترجي ربي يحبه في المئوية حقق كاس الذهب الإفريقية. مباراة خرجت أمنيا توب، تنظيميا توب. الإعلام التونسي شكرا للأمن التونسي اللي أمن هذا الدور النهائي، الإعلام اللي وقف بإذاعته الوطنية، بإذاعاته الخاصة، بقنواته التلفزية، بإعلامه المكتوب، ماذا أقول، بشبكاته الاجتماعية أو في مساندة الترجي التونسي، في دفع هذا الترجي. شكرا للروح اللي تميزت بها الأندية التونسية هذه المرة في الفينال. الكل كان وراء الترجي التونسي، المساندة كانت بارتو بل كبير. وقت اللي نتوحد وقت اللي نحطوا اليد في اليد، ولا واحد يقدر على الكرة التونسية أو على التوانسة في كل مجالات. نعم قد يبدو من هذا الكلام غرور، ولكن هو ذا واقع أثبتناه في كل مرة. وقت اللي كتفك في كتفي، وقت ظهرك في ظهري، وقت يدك في يدي، هكذا هي تونس، هكذا كانت الفرحة. ولا ننسى شقانا الترجي الصغير في تأسيسه، ولكن الكبير ترجي وادي الناس. لن أنسى ولتحيا فلسطين وترجي وادي الناس، الفريق الذي دخل في توم مع الترجي الرياضي، عمره صغير سنوات ولكن كبير بمبادئه ورجوليته وكفاحه ويعني جهاده من أجل القضية الفلسطينية. شكرا للنادي الأهلي، نورتونا شرفتونا. ما زالت المباريات، ما زالت البطولات. الأهلي خسر لقب ولكن لن يخسر تاريخ. النادي الأهلي في الأخير هو الفريق الأكثر متوج قاري الأرقام. الرجاء البيضاء وحافيا كوناكري على بعد 2 من الزمالك ومازيمبي، ولكن الاهلي غرد خارج السرب. شكرا بيبو الخطيب البالون دور نتاع 83، وفي الاستوديو عندنا طارق الذياب بالون دور 77، وعندنا وائل جمعه 6 ألقاب في الشامبيونز ليج. اليوم عاشور، لو ربح كان يعدل الصخره ولكن ما ربحش، ان شاء الله خيرها في غيرها. الترجي اكثر من عصف العصفور الكبير الشامبيونز ليج المزيانه، العصفور الثاني ابو ظبي ومونديال الامارات، العصفور الثالث سوبر كوب في 29 ديسمبر في رادس ضد الرجاء او فيتا واتمناها الرجاء، ثم في الشهر يناير 15 جانفي وانت بطل في المئوية، بطل بالشامبيونز وممكن بالسوبر يا ترجي. شفنا ايضا طارق بوشماوي العضو التونسي في الفيفا وفي الكاف، رئيس الجامعة التونسية أيضا وديع الجري. أظن تكاتفت الجهود وتكاتلت الرجال من أجل مصلحة الكرة التونسية، ونحبوها ديما هكا مع الترجي، مع الإفريقي، مع الإيطوال، مع السي اس اس، مع بنزرت، مع السطيدة، مع بنقردان، مع القوافل، مع الشبيبة، مع السيوتي، مع الرلوي، مع المحيط. وفي محيط الحب والكاس أحلى ليلة وسهرة. إنفانتينو وجهك مبروك. يوسف الشيخ جاء في أول نهائي إفريقيا
التلقي رئيس الحكومة التونسية أحمد الأحمد، كان بروتوكول ناجح جدا، تنظيم جيد جدا. ولاحظ أيضا في المنصة السيدة مجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة السابقة، رياض بن نور انتصار للتاريخ وكاس ثانية، برافو الترجي التونسي، مش كل واحد يجيبها، واحد يجيبها هالأرقام. ذهب وليد العارم أيضا من مسؤولين الشبان، العقلية متاع الترجي الرياضي تفهمها في تصريح معين الشعباني، في تصريح محمد علي اليعقوبي، وفي الانترفيو اللي تعملت لسعد بقير. ما نساوش خالد بن يحيى، وأنا ما ننساش، والجمعية ساهم في هذا اللقب بأكثر من 90% في المدة الأخرى، في الفترة الأخرى. معين ومجدي أغلى كلين شيت في تاريخ تاريخ الترجي التونسي، أول مرة الترجي من 6 ماتشات ما يقبلش أهداف. أرقام المواجهة أكدت أفضليتنا، أكدت امتيازنا، سيطرتنا وحقيتنا واستحقاقنا. هذا هو البعزيزي المعد البدني الترجي، كلام برشا ضرب وبرشا انتقادات وبرشا كلام، ولكن الحقيقة الترجي شفناه بدنيا ممتاز جدا. الترجي حضر فريقه للنهائيات، وفي اليوم الموعود لقى نفسه العام للترجي الرياضي سكوتور، والترجي الرياضي يحقق اللقب غالي جدا، هو الخامس للكرة التونسية. خسرنا برشا فاينلز، ممكن كوفي كوتشا نحانا 2 فاينلز فقط هو وحده على حساب وكوكو التوغولي في 2010، ولكن الترجي الرياضي التونسي بروح الإصرار، الترجي الرياضي التونسي جمعية وراها ملايين، لذلك قلت الدخلة ونعملها خرجة يا معز، تاريخك يشهد بيك ما نتكلمش، جمعية عريقة اللي قالها ما كذبش، جمعية عاشت معاها جيال قالها ما كذبش، جمعية عاشت معاها جيال ماتت في جالها رجال حبوها ملايين عباد، ترجي من ريحة البلاد. اليوم يا افريقيا بالحق نحن الاسياد، 90 دقيقة كانت تشجيع، 90 دقيقة عرق وتعب، 90 دقيقة قمة تركيز، 90 دقيقة روح وجرينتا وحب للكولور، 90 دقيقة هجوم بثلاثة ودفاع بكلين شيت، نجاعة في التوب وصلابة توب التوب، جو كرنفال فيستيفال في المباراة تلخصت في هذه الدخلة، الجو الكرنفال الفستيفال الفير بلاي وكورة في الشباك. فليشهد التاريخ على أنك بطل القارة في 2018. الترجي التونسي ينظر القدام، ينظر في موسم المئوية إلى احتفالات تاريخية ستكون مع أحد أكبر أندية العالم بنجومها بالجالاكتيوس بلا تاريخية ستكون أكبر أندية العالم بنجومها بالجالاكتيوس بلاعبيها الكبار إن شاء الله في جانفي اللي جاي. بالحق الترجي التونسي ربح لقب غالي جدا، نادي الأهلي وما أدراك لم يحقق اللقب المئوية لأنه وصل الفاينل ونحياله نجم الساحلي في 2007. الترجي التونسي عنده الاستثناء هذا انه الشامبيونز ليج بطل افريقيا في 100 عام ترجي، في 100 عام تاريخ، اذكروا وتكلموا، بل في رجال ماتت من اجل الالوان الحمراء والصفراء واللي فيه الترجي التونسي. احبه مثل ما احب الافريقي والنجم والبنزرتي والصفاقسي والقيرواني لما يمثلنا برا، والملعب التونسي لما يحطك النجمه والهلال هكا الشعار الغالي في القميص يمثلنا. نعم الترجي اليوم مثلنا وحقق اللقب الغالي. تونس سعيده بهذا الانجاز، تونس تفتخر بهذه البطوله. سنة 2018 رائعة رياضيا، رجعنا للمونديال على مستوى المنتخب ورجعنا أبطال أفريقيا بعد 7 سنين. قيمة الإنجاز، الترجي ينتصر على الأهلي بعد 10 مباريات، الترجي يكسب الأهلي بعد 7 سنوات. نعم أعترف ولا أخشى لو ما تلائم، ولا أخجل أن أقول سنوات عقدة، الأهلي صار يمثل عقدة، اليوم الترجي حلها، اليوم فك لغزها، اليوم الترجي روض الأميرة الإفريقية السمراء بالحديد والنار. الترجي الرياضي جاب أبطال إفريقيا والشامبيونز ليج اليوم بجدارة واستحقاق. من يخرج ثاني المجموعة، عملت مشكلة وفوغة وثاني المجموعة وما يدريك
عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. المركز الثاني جابك في طريق صعب ضد جارك وشقيقك النجم الساحلي، مريت جا ضد بريميرو اغوستو، جا ضد بريميرو اغوستو اللي طاح بمازيمبي وخاسر واحد وعملت ريمونتادا للتاريخ، خسرت ثلاثة في برج العرب بالواحد، ولا اللي عمره ما خسر في فينال فارق اثنين وجابتها بثلاثة زيرو، بطولة استلحقاق، بطولة الريادة، معز بن شريفية، المد بالبلايل الشمام، الذوادي وناظرها، ترجي استناها، والجمهور والأولاد حقوا عالية، غالية يا تونس تحت كل سماء وفوق الأرض، الترجي هز الأرض وحقق دوري أبطال إفريقيا. مبروك الذهب لفريق سمي فريق الذهب، سمي فريق الدم والذهب، للسويور يخطفون البطولة ويحققونها بجدارة باستحقاق بكل الميريت، لقب سيبقى في البال، معين يستاهل يستحقها، هذه لي، هذه ليلتي، هذه قبلتي، هذه زين انتي زوينتي، هذه الباية زوينتي، هذه الباية الغالية، الترجي الرياضي التونسي بطل للقارة السمراء، قلتها في 2011 أنا البطل يا عيسى، اليوم أنا البطل يا أحمد، أنا البطل يا حميدو، أنا البطل يا أبو حميد، بطل بطل إفريقيا، الترجي الرياضي التونسي، مبروك البطولة، مبروك روح البطولة اللي جابت البطولة. هذه هي الجرينتا في جيناتهم البطولة وفي عقليتهم الفوز باللقب. المكشخ وقت يكمل ثاني يبكي، الأول فقط ما يرضيه، ما يغريه، ما يكفيه، الجويني والديفياسيون للبدري والبدري رابع، الأهداف ضد بريميرو وقتها رغم خسارة برج العرب، الترجي كان نفسيا بدنيا فنيا جاهز مع جمهور عظيم ليحقق بطولة دخل تاريخ. يا كاتب التاريخ، يا ورقة من ورقات، يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، ما زال في مجلد الترجي ألقاب وألقاب، هذا السوبر، هذا التونسي العنيد بروح الإصرار حقق لقب في مباراة 100-100، نجحت تنظيميا، نجحت أمنيا، اثنين يبقير وتير، وثلاثة صفر للترجي العنيد عن طريق البدري، جائزة أفضل هداف في البطولة للبدري، أقوى هجوم الترجي مناصفة مع الأهلي 26 جول، أقوى دفاع في البطولة الترجي والأهلي قبلوا 12، أكثر الفرق انتصار الترجي والأهلي 9 انتصارات، هذه هي الأرقام تلخص أنه كانوا أفضل زوز فرق في إفريقيا 2018. نحن ربحنا ولكن الأهلي يبقى كبير بتاريخه. قلت لكم لا بطولة باش تنقص ولا بطولة باش تزيد في تاريخ الترجي، ولكن هكذا ما كتب للترجيين أن يكونوا أبطال، وأن بطولة زادتهم، كاس نورتهم، ألوانهم شرفتهم، أولادهم هما السر ما فخرتهم، الترجي بمن مضى والترجي بحاضره، ومن له ماضي يحكم في الحاضر ويطمن على المستقبل. مبروك للترجي وافراحه، مبروك للدولة الترجية، ثالث بنود فصول الكرة الإفريقية، 94 كأس الأبطال، 2011 الشامبيونز ليج، 2018 الشامبيونز ليج، ثلاثة الشامبيونز، كأس الكوس في 98، كأس الكاف في 97، بطولة السوبر 95، أفرو أسيوية بطل نصف الدنيا في 95، على التايلاند بطل نصف الدنيا في 95، على التايلاند فارمرز بانك من تايلاند. الآن يلزم الترجي يحضر المونديال، يلزم يعمل نتيجة عكس 2011 اللي خسرنا ماتشين. الهدف الرئيسي في أبوظبي هو أول انتصار للترجي في كأس العالم يا خنيسي. أجواء رائعة جدا، أجواء متميزة جدا، هكذا أنهينا مع هذه الأفراح، بدأت بستر الله وانتهت بمنة من الله.
أحمد. الدولة الترجية تحقق النجمة الثالثة على قميص الجمعية حمرة وصفرة كولور. الترجي في تاريخك نشهد ما نتكلمش، انت جمعية عريقة. والله 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 اللي قالها ما كذبش. زميلي الأخضر بالريش، الأفراح كبيرة، الليلة تونس لن تنام، الليلة سنتر عبي. ويرحم فم اللي غنى وقال من 40 سنة ترجي عريقة بطولة باب سويقة يا الأخضر. يا عصام، شكرا زميلي عصام سوالي الذي نكتشفه اليوم شاعرا وليس فقط معلقا، وذكرنا أيضا بنتائج من شمال إفريقيا والمغرب العربي أيضا بمدينة العاصمة. وطبعا هنيئا ل شكرا زميلي عصام سوالي الذي نكتشفه اليوم شاعرا وليس فقط معلقا، وذكرنا أيضا بنتائج من شمال إفريقيا والمغرب العربي أيضا بمدينة العاصمة. وطبعا هنيئا لفريق ترجي التونسي، ونقول هارد لك لفريق الأهلي. ونعود مرة أخرى إلى الكابتن حسين. حسين، على الأقل مباراة العودة كانت أفضل بكثير من مباراة الذهاب. طبعا طبعا طبعا، لكن مع الأسف، أنا أقول مع الأسف لمردود المباراة الفنية من جانب الأهلي. الأهلي صراحة لم يقدم من الناحية الهجومية أي شيء يذكر، وبالتالي ليس هذا هو الأهلي الذي نعرفه، يعني نعم. خاصة من الناحية الهجومية صراحة، وأنا أظن يمكن أنه المدرب صراحة كارليرون صراحة لم يعطي حلول، ولو أنه صحيح أنه بعض العناصر غير موجودة، أجي مصاب، ليس لديه أوراق رابحة أيضا، الأظهرة، نعم. حتى ولو يعني على الاقل المدرب، يعني الادوات غير موجوده، ليس لديه لاعبين، حتى ولو لديه لاعبين، انا لاعبين يعني لما محمد هاني الظهير الايمن ده تعور، نزل كريم ندفد يعوض، وكريم ده اصلا ما بيلعبش اساسا، يعني اول مباراه يلعب اعتقد نعم. الموسم ده وهو اصلا بيلعب في نص الملعب، نزله عشان يسد خانه الظهير الايمن. طبعا وائل النادي الاهلي ليس بالنادي العادي، النادي الاهلي دائما متواجد مع الاربعه الاوائل، يعني اخر موسمين يلعب النهائي. لا يعقل لنادي كبير مثل نادي الاهلي انه لا سدد مره واحده، صنع فرصه واحده، تسديده واحده وليست مؤطره، نعم. يعني بالمقابل على الاقل الترجي 13 مره سدد وسيطر 60% استحواذ ايضا، 60 مقابل 40، نعم. يعني حتى الكورنيرات 4 مقابل 1. لكن انا ما يعاب على الاهلي هو انه لم يقدم صراحه من الناحيه الهجوميه شيء يذكر، وبالتالي ليس مقبول، لانه النادي الاهلي نادي كبير، يعني ليس مثل الانديه، ممكن للترجي او للوداد او للرجاء او للجيش او النادي الافريقي ان يتراجع ما بين سنه وسنه، يعني ما بين يلعب بين قوسين. الوداد ضيع هذه البطوله لانه كان من الانديه القويه ايضا، هذه السنه هذه متكامل، نعم. نعم. نعم ضيع صراحه، المفروض انه يكون متواجد، ربما كان هو المرشح الاول انه يفوز باعتبار انه استقر على الاقل على تشكيله، نعم. اللاعبين. كابتن وائل، يعني الاهلي قلنا بانه لم يقدم مباراه كبيره اليوم، كان افضل طبعا في مباراه الذهاب، فاز بثلاث اهداف مقابل واحد، رومونتادا صعبه جدا حققها الان الترجي التونسي، لكن الاهلي من دون ازارو ايضا لا هجوم، لا فريق لا يسجل اهداف، كلما يغيب ازارو الفريق لا يفوز، تعادل عنصر مهم جدا، واتكلمت على اهميته قبل المباراه كابتن اخضر. لاعب اصبح الركيزه الاساسيه في خط الهجوم، اللاعب اللي بتبني عليه اللاعب، اللاعب الشرس في 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 الملعب، اللاعب اللي عنده الحلول للفريق. شفنا الحاله اللي فيها مروان النهارده، حاول ولكن مروان بعيد عن حالته بقاله فتره طويله جدا، بيشارك حتى مع المنتخب، ولكن في النهايه المباراه بتعكس جوده اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي يا كابتن. النهارده اداء سلبي جدا، روح سلبيه جدا، في بعض الاحيان الروح لما بتكون موجوده بتعوض النقص، انما حتى الترجي النهارده عشان ما نبخسش حقه استحق الفوز، نعم. اداء ملتزم جدا، التوقيت الهدف اللي اتكلم عليه كابتن طارق كان ممتاز جدا، الهدف الاول، نعم. وده اللي ادى وغير حاجات كتير جدا في المباراه. الشوط الثاني نزل الترجي باداء متوازن اكتر، لعب على الهدف الثاني اللي ساعده فيه اخطاء اللاعبين، ولو شفنا الهدفين اللي جم اخطاء من لاعيبه الاهلي في التمركز وفي التعامل مع الكرات، معك الهدف، يعني ده الهدف الثاني لو شفنا، نعم. اللعبه من الاول يا كابتن، نعم. هتلاقي قرار خاطئ من اثنين، اسلام محارب ومن كوليبالي ده الهدف الثالث، التمرير العرضيه، خطأ في التمرير، أيوة. خطا في التمرير، ولكن مين البدري لاعب عمل شوت هو والبلايلي بصراحه، الشوط الثاني اداء ممتاز، التزام عالي جدا،
استغلال للاخطاء في التمرير من لعيبه النادي الاهلي، اللعب على المساحات اللي اتيحت، النادي الاهلي نقص الاوراق اللي عنده خلى فيه لخبطه الشوط الثاني، خلى فيه عدم توازن. وليد سليمان اتكلمنا عليه وعلى اهميته، اللاعب المؤثر، اللاعب اللي بيدي كل شيء للنادي الاهلي، طبيعي ان مع السن المجهود بيقل. حتى كانت هناك حراسه مشدده على هذا اللاعب، كانت الدخولات قويه عليه، يعني لم يعطى فرصه مثل ما لعب في الاسكندريه. احنا الترجي افضل يا كابتن، الترجي افضل بانه فرض الرقابه المشدده، فرض الالتزام على لعيبه النادي الاهلي. هذا ما سمحش لاي بعد تسجيل الهدف الاول، بعد ما هو الهدف الاول ساعد، ولكن استمرار الترجي في الضغط والحفاظ على الناحيه الدفاعيه عنده بدون ان الاهلي ما يوصل لمرمى الترجي اداله الافضليه بشكل كبير، مع السوء طبعا اللي حصل للاعيبه النادي الاهلي في التمرير. ما شفناش ولا جمله اتعملت للنادي الاهلي هجوميه، ما شفناش تسديده على المرمى، الاوراق اللي نزلت البديله ما ساعدتش الفريق. الهدف ده هذا هو. نعم بص، هدف ثاني. نعم. خروج كوليبالي وخروج واسلام محارب في البدايه، كوليبالي ان هو اطول لاعب في الدفاع ما ينفعش يسيب مكانه، المكان اللي كوليبالي خرج منه اللي سجل منه سعد بجير الهدف، وسعد لاعب قصير. انما بص هنا في زياده دايما، هنا مكان كوليبالي فضي في التحرك، وقرار خاطئ من كوليبالي. خروج كوليبالي طبعا الفاتحه مجال كبير. كابتن مهما يكون اذا هي الذكرى المئويه، عندما تفوز في هذه الذكرى يكون الفوز اغلى يعني. طبيعي، لكن فوز غالي، فوز تاريخي بالنسبه للترجي. اولا يفوز بالكاس، ثانيا لا ننسى المئويه، احتفالات مئويه ان شاء الله يحتفلوا بالكاس افريقيا، وبطبيعه الحال المشاركه في كاس العالم. من باريس سان جيرمان ولا من فريق الضيف؟ ان شاء الله يمكن باريس سان جيرمان. الشيء الممتاز بالنسبه للترجي السنه هذه، بص الهدف يا كابتن طارق، ده الهدف الثاني والتحرك اللي انا كنت بتكلم عليه بتاع اسلام، هنا دخل وفضى المساحه هنا. لهنا اللقطه هذه ما شاهدناهاش في الشوط الاول الا في الهدف. نعم. لما اقترب الترجي الخطوط، اقتربت، شوفوا كم لاعب من الترجي. صحيح. كم لاعب، سته لاعبين. نعم. من الترجي، هذا ما شاهدناش في الشوط الاول. اصبحت الكرات القصيره، الكرات السريعه، والتمريره ممتازه، التمريره نصف عاليه وقويه للاعب الدربالي. الترجي السنه هذه من بدايه الموسم، يعني قلنا صعب انه الترجي بصراحه يلعب الادوار الاولى. يحسب لي خالد بن يحيى، طبيعي خالد بن يحيى، حتى لا ينسى الناس، لانه يقولون بان معين فاز ولا مدرب شاب لكن عمل كبير لخالد، عمل كبير لان يعني ليس هناك انتدابات في الترجي السنه هذه. صحيح. لعب بمجموعه تقريب ب 17 18 لاعب، واحنا قلنا لماذا ما قاموش لغم هذا. الفريق وصل الى الدور النهائي، فاز 3-0 مباراه تاريخيه، وسجل 7 اهداف في مباراتين في الدور النصف النهائي وفي الدور النهائي. ثم اللياقه البدنيه، واصبح اقوى دفاع مع الاهلي طبعا، اللياقه البدنيه عاليه للاعبين، لان الشوط الثاني الترجي فاز كان حاضر وجاهز بدنيا. يعني شاهدنا الترجي معنويا عكس الشوط الاول، عكس الشوط الاول، وهذا شاهدناه حتى في مباراه الاخيره في الدور النصف النهائي. الترجي انهى المباراه بقوه، تغييرات المدرب كانت ممتازه. بصراحه لا ننسى المدرب معين قام بتغييرات ممتازه، لما خرج مهاجم سعد بقير اصيب، ادخل بن محمد في وسط الميدان، وادخل ربيعه قوه اكثر في وسط الميدان، كوليبالي تحسن الاداء نتاعو في الشوط الثاني، الشعليري تحسن الاداء نتاعو في الشوط الثاني، سعد بقير المفاجاه صارت بالنسبه، وان شاء الله الهدفين هذوما يعطيو اكثر ثقه للاعب هذا، لانه محتاج ثقه كبيره للاعب هذا، لان في بعض الفترات ابتعد اللاعب هذايا عن المباريات، لكن اليوم بالهدفين ان شاء الله يرجع، لانه لاعب عنده امكانيات وفنيات عاليه جدا. التحضير الذهني بدا واضحا لدى الترجي التونسي، ان تلعب مباراه متاخر بثلاثه وامام الجماهير والاحداث التي كانت محيطه بهذه المباراه، وان يصل الى تسجيل 3 اهداف، هذا تحضير كبير من المدرب. طبعا طبعا هنيئا اول حاجه، يعني تكلمنا على الامور. انت لم تعد بطلا، يعني لم تعد بطلا اليوم، سلمنا خلاص، سلمت البطوله للشعباني، ويستاهل صراحه، يستاهل على على مجموع مباريات نصف النهائي والمباريات النهائيه، يستاهل ان يكون بطلا، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. هنيئا للترجي لانه قام بمقابله يعني في المستوى وكان في الموعد، ويمكن تحلى بالصبر، لانه احنا تكلمت تقريبا ال 44 دقيقه الاولى كان فيها ربما صعوبه، ولم كان الاهلي مسيطر على المباراه، مسيطر بشكل جيد، وانتظر ربما في اخر دقيقه في الشوط الاول صراحه لما توغل. حتى الهدف مهم كابتن، لان لو سجل الاهلي كان المباراه ستحسب. توقيت الاهداف كله كان يعني جدا ممتاز، و في نهايه المباراه، في نهايه الشوط الاول، في نهايه الشوط الثاني 53، يعني في الدقائق الاخيره تنظن انه صراحه ويسمع ذلك انيس البدري هداف البطوله ب 8 اهداف.
فما شيء هام جدا. الاهلي في الشوط الاول المنظومه الدفاعيه كانت ناجحه، لكن واضح الاهلي يعاني من الناحيه الهجوميه، لان في ال 20 دقيقه الاولى لعب في مناطق الترجي ما خلق ولا فرصه، واضح الفريق ما عندوش مهاجمين، الفريق لقى صعوبات كبيره، حتى اليوم وليد سليمان ماهوش في احسن حالاته، نعم. كانه مصاب ما قامش بمباراه كبيره، وفيه ضغط عليه، جاء امام كوليبالي واللاعب شعلالي ما خلاوش ما عطاوش فرصه، ثم الاهلي ما خلقش ولا فرصه طوال الشوط ال 45 دقيقه كمام ياكل ولا تسديده واحده كمام ياكل الهدف حرر. عشان كده اتكلمنا على اهميه علي معلول وفتحي. النادي الاهلي بيعتمد على الاطراف، بيعتمد على الجناحين بتوعه اللي هم فتحي وعلي معلول، والاثنين بالخبره اللي عندهم فرقوا جدا 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 مع النادي الاهلي، وازاروا بالحاله اللي وصل لها بالقوه الهجوميه اللي عنده والاندفاع اللي عنده، كان يفيد النادي الاهلي جدا في مباراه زي كده. انما يعني مبروك للترجي مره ثانيه وثالثه، قلنا الترجي يستحق الفوز على مباراه النهارده. النادي الاهلي خساره البطوله دي فرصه ان يبني عليها. النادي الاهلي بان انه محتاج لاعبين، بان انه محتاج جوده اعلى من اللاعبين دول. ما ينفعش في المستوى ده يا كابتن اخضر يبقى عندك لاعب يغلط اخطاء زي اللي شفناها، اخطاء بدائيه. لما كسبنا الترجي في 2012 ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه الاخطاء دي ابدا، ما كانش فيه كان شتانه بين الاهلي في تلك السنه والاهلي كان لعيبه كبار، كان في لعيبه فرق كبير، كان يعني كان عشان كده بقول لك كان جيل كبير يعني. الاهلي محتاج لاعبين، ولكن هي مشكله جيل هو الجيل في مصر. الجيل اللي موجود محتاج مباريات كتير، محتاج جوده، محتاج خبره كبير تساعده في مباراه زي كده. نعم. الشمام نحاول نتكلم نعم. على الشمام. نعم تفضل الشباب. نعطيه ثقه، نعطيه معناتها حق للاعب هذا. اللاعب هذا هل هذا اللاعب الذي كان منتقد ايضا واليوم يفرض نفسه مثل الهداف ايضا؟ اليوم الشمام كان يلعب مدافع ايسر. نعم. والموسم الماضي ضد النادي الاهلي انتقدناه كثير. دخلوا المدرب حتى بغير انت انتقدته. دخلوا المدرب بن يحيى في محور الدفاع. اللاعب هذا بصراحة قدم حسن مستوى الدفاعي للفريق، اعطى ثقه كبيره للفريق بدخول بن محمد على الجهه اليسرى. لاعب الدربالي تقدم في السن، واللاعب هذا شيئا فشيئا تطور وتحسن. اليوم اليعقوبي اللي بصراحه ظلم كبير للاعب هذا، لان انتقادات كبيره رغم هذا اليوم لعب برجوله وقدم مباراه كبيره، ولهذا اليوم اذا فاز الترجي لانه الدفاع نتاعه كان قوي وحصين. وهذا بطبيعة الحال لما يكون دفاع قوي تحدي لاعبين أيضا كبير. تحدي لاعبين نعم. لأن ما كناش بصراحة حتى أنا ما كنتش عندي ثقة في الفريق أنه ممكن يلعب الأدوار الأولى، لكن اليوم الفريق بداية البطولة نعم كان متواضع الفريق، نصف النهائي تحسن وتطور بدنيا، تحسن وأصبح يفوز، يعرف يسافر خارج القواعد نتاعه، سجل 7 أهداف في مباراتين. أعتقد أن استفاقة البلايري بطبيعة الحال اللاعب أنيس بلعب اللي سجل الهدف الثالث البدري بطبيعة الحال استفاقة اللاعبين هذوما زاد حسنوا مستوى الفريق، دخول سعد بقير نتمنى له ان شاء الله نجاح وتوفيق في السنوات القادمة، أعطى ثقة كبيرة للفريق والأهداف جات في أوقات معناتها هامة ومهمة جدا للترجي الرياضي التونسي. شكرا كابتن. إذا سنشرك معنا أيضا إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي التقى زميل نافع بن عاشور. نافع تفضل. السيد جاني إنفانتينو مرحبا بك في تونس، لقد شرفت الشبان التونسيين بحضورك، ما رأيك في هذه الزيارة وهذا النهائي؟ أولا النهائي جميل جدا، وأعتقد أن الترجي استحق الفوز في هذه المباراة. الفوز لم يكن سهلا ولكن كان مستحقا، لقد كان نهائي بأتم معنى الكلمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، فريقان عريقان. أنا فخور بما شاهدته. هل كانت هناك هل تفاجأت والكل لقد فاجأتنا بحضورك، لقد كانت زيارة مفاجئة. أنا من محبي المفاجآت، أنا من محبي كرة القدم والنهائيات، حضرت إلى تونس لي كي أشهد نهائي دوري أبطال أوروبا. ماذا عن استخدام الفار في مباراة الذهاب؟ حدثوني عن ذلك. شكرا جزيلا. مبروك. ميرسي. أيه. جاني إنفانتينو يتحدث العربية، مبروك. هل مبروك لمن؟
المباراه، لانه المباراه مبروك المباراة. لا هو واجب المباراه، يعني واجب المباراه التنظيم زاد التنظيم كان محكم وسهل. نعم. التنظيم اليوم مع فريق منظم 3-1 اليوم كان تنظيم محكم، الجماهير كانت معناتها تشجع باستمرار. الجماهير اليوم كانت كبيره، شجعوا الفريق نتاعهم، واعتقد ان دورهم كان هام جدا اليوم. ان شاء الله الترجي يكمل، ان شاء الله يتحسن ويتطور، وان شاء الله في كاس العالم الانديه يقدم مستوى جيد ان شاء الله. كابتن حسين، قلت اريد ان اعرف ايضا بان يعني اداء اللاعبين كان في انضباط كبير من اللاعبين، يعني كان في انضباط رياضي، كان في اخلاق على الملعب، يعني لم نشاهد كثير من مشادات بين اللاعبين عاده، خاصة نحن العرب يعني دائما تكون فيه مشاكل بين اللاعبين. طبعا هذا ما كان نعم. يعني صراحة نتخوف منه، لكن الحمد لله أن الأمور يعني مشات يعني بخير وعلى خير. نعم. وأنا أظن أنه كان هناك يمكن يعني تهيئ للاعبين واستحضار اللاعبين من الناحية المعنوية على أساس نعم. أنهم يعني يقدموا مستويات طيبة، لأنه هذا مباراة نهائية. نعم. ويعني المسؤولين اللي حاضرين ورئيس الاتحاد يعني حاضر، رئيس الاتحاد الافريقي، الاتحاد يعني الفيفا، مجموعه من الشخصيات الكبيره، وصراحه لا يحق لاي لاعب ان يتصرف الا التصرف الرياضي والسلوك الرياضي الذي يليق ويشرف يعني سمعه النادي. كابتن، هل من اضافه بالنسبه للاهلي؟ الاهلي يعني تكمله للنقطه دي اللي كابتن حسين اتكلم عليها، انا قلت لك بين الشوطين يا كابتن اخضر افضل ما في المباراه ان اللاعبين مركزين في الكوره بس. صحيح. مفيش خروج عن النص، مفيش تركيز في ايذاء، مفيش تعمد خشونه مع بعض، تركيز كل فريق مركز في الكوره، ودي كانت نقطه ايجابيه النهارده. نقطه ايجابيه اخرى، التحكيم ايضا كان رائع اليوم، يعني الحكم فرض شخصيته من الاول، ما اداش فرصه للاعبين. لانه كان دايما قريب من كل، لكن يعرف الوقت اللي يبتسم، الوقت اللي يكون كان دايما قريب من كل متشدد، الوقت اللي لاحظ في اول فاول حصل في المباراه كان واقف عند بين اللاعبين وقدر انه يحسم الامور. حتى اللياقه الرياضيه كان جاهز مثل النحله، مثل ما قال من افضل الحكام. نعم. في افريقيا، وهذا هو الحكم هو اللي يحسن مستوى المباراه، التحكيم جزء من المباراه. الاهلي والترجي كانوا منضبطين، ساعدوا الحكم والحكم كان مميز، ولهذا الحكم جزء من المباراة، إذا المستوى كان راقي مباراة ومباراة كبيرة لأن الحكم كان في المستوى. نعم. وأعتقد أن اللاعبين الأهلي والترجي ساعدوا، خصوصا لاعبي الأهلي، مسهل أنك تنهزم بثلاثة وتكون منضبط أول مرة النادي الأهلي، أول مرة نتيجة ثقيلة، فريق كبير وفريق متعود بالألقاب. نعم. وفريق متعود يلعب الأدوار النهائية. فريق ولهذا خلى نتيجة أمام الأندية التونسية ثمان مباريات بدون انتصار للترجي. نعم. امام الاهلي. نعم. ثمان مباريات متواليه. نعم. عشان كده اوعد الكابتن طارق ان شاء الله ان احنا نحضر النهائي الموسم اللي جاي، ان شاء الله انت رئيس النادي باذن الله، في وجود كابتن خطيب. نعم. انا متاكد انه هيبني فريق. نعم. يوصل للنهائي البطوله الموسم اللي جاي ان شاء الله. صراحه الكره العربيه والافريقيه ان يكون الاهلي قويا ايضا. اذا تغريدات وايضا تصريحات بدات الان يبدو. سناخذ تصريح من اذاعه موزايك التونسيه، والعنوان هو كالتالي: اذا الترجي بطل لافريقيا بالثلاثه، اي بالمصريه مش بالثلاثه، ما فيش مشكله عاد. اذا هو فوز طبعا ثقيل، لكن الترجي اليوم لعب مباراة ربما ستبقى تاريخية، مباراة الموسم، لأنه ليس الموسم، ممكن القرن، أن تعود بهذه الطريقة تتأخر يعني بثلاثية وتعود. صعب أنك تفوز على الأهلي ب3-0. نعم. صعب، لأن يعني نتيجة ثقيلة بصراحة، بمنتدى نتيجة ثقيلة، نتيجة كبيرة. والشيء الممتاز أنه الترجي اليوم لم يخطأ في الدفاع، لأنه يعني عودنا أخطاء كثيرة في الدفاع. لكن الاهلي لم يكن جاهزا للاهلي لهذا السبب، سهل من مهمه الدفاع الترجي لم يختبر. لا، الاهلي سجل هدفين ضد ستيف، سجل اربع اهداف، سجل افضل هجوم في هذه اسوء مباراه للاهلي انا شاهدتها صراحه، وافضل مباراه للترجي في البطوله، واسوء مباراه للاهلي، يعني افضل لم يقدم شيء للترجي واسوء مباراه للاهلي. الاهلي عامه كارتيرون من اول ما جه بيلعب بره ملعبه يا كابتن حسين افضل ما يلعب داخل ملعبه، بيقرا في يدافع بشكل كويس جدا، رجع بنتائج ايجابيه دايما. يعني المباراه دي من المباريات النادره للنادي الاهلي مؤخرا انه يسجل بره ملعبه، ما يسجلش بره ملعبه ابدا. مع الاسف انه صراحه وانا تكلمت يعني قبل وقلت على انه الاهلي يمكن اسوء مقابله يلعبها خارج القواعد، لانه صراحه لم يقدم شيء. انا ربما صحيح انه معلول ولا احمد فتحي من اللاعبين المميزين ومن الاظهر من تقريبا من احسن الاظهر اللي موجوده يعني في الانديه كلها، غياب ازارو، اجاي، انا سالت قبل شويه يعني وائل هشام محمد على على مؤمن زكريا، صراحه كان من اللاعبين الممتازين، يعني غايب او ربما مبعد. صحيح. صراحه الاهلي
وربما رغم غياب هاد اللاعبين الفريق الاهلي ربما ما كملش الفكره الخضر يعني نعم. قليل نادي الاهلي نادي كبير يعني المفروض انه في غياب خمسه لاعبين المفروض ان يؤدي على الاقل ب 70 او 80% من القوه ديالو اللي متعود كيوريها لنا صحيح خصوصا بعد تلقي الهدف والنادي عنده امكانيات كبيره امكانيات ماديه كبيره يعني يستقطب اي لاعب يبغي يمكن النادي الوحيد اللي ممكن ياخذ من الدوري المغربي من الدوري التونسي شيء نعم. من اي دوري عنده امكانيات ماديه اللي ممكن يعني يبني فريق اللي هو قوي وبالتالي انا اظن هناك حسابات يعني حسابات تقنيه كابتن بعض الاحيان اداريه بعض الاحيان عفوا بعض الاحيان النتائج ممكن تخفي جوانب اخرى الاهلي وصل الى النهائي بالنسبه له كان في المستوى لكن هذا وصل النهائي طبعا لكن وفاز على ترجي بثلاثه نعم الاخضر هذه المره نتائج تغطي الحقيقه المره الثانيه الذي يصل الى النهائي ولا يفوز الاهلي ليس كالرجاء او للوداد او للترجي ولا هذا ما تعرفهاش يا كابتن حسين الاهلي معليش انا ماشي الاهلي اعطيك فرصه الان الاهلي نادي بطولات نعم لا يرضى الا بالبطولات نعم اوكي لكن يبدو في اشياء الانديه المتبقيه يعني يعني يمكن كتصعد في سنه سنتين ثلاث سنوات لكن يعني تبتعد يعني نعم. لما كنشوفوا احنا مثلا الترجي وصل للبطوله الثالثه اليوم نعم. الرجاء البيضاوي الثالثه الوداد الثانيه الاهلي ثمانيه الاهلي ثمانيه يعني نعم. يعني الفريق اللي هو ديال البطولات وبالتالي يعني هناك حسابات يعني ريال يعني مدريد افريقيا يعني المفروض نعم. يعني المفروض يعني الحسابات التقنيه نعم. الخضر صحيح يعني هذا اللاعب ازارو اللي كت المفروض في بديل لازم يكون بديل نعم في بديل يعني لازم كاين الاصابه كاين التوقيت في امور داخليه يبدو يعرفها نعم. الكابتن اللي انت ما تعرفوش بقى ان النادي الاهلي في بدايه الموسم تعرض لحمله كابتن في التعاقدات النادي الاهلي بيعمل الكلام ده النادي الاهلي عنده الاستراتيجيه دي عنده استراتيجيه تجديد اللاعبين وتجديد الروح واضافه اللاعبين المميزين نعم. احنا ابطال بلاعبتنا ابطال بان انت دايما تعرض لحرب تعرض لحمله لعدم التعاقد مع لاعب جيد نعم. حمله داخليه من داخل مصر ومن خارج مصر الحمله دي اسهمت في ان النادي الاهلي ما يعرفش يتعاقد مع لاعب واستغلوا الفتره اللي كان فيها فتره انتقاليه في النادي في انتخابات اثرت بشكل كبير جدا على النادي فاللي حصل الموسم ده وفي البطوله دي تحديدا يعتبر انجاز للمجموعه اللي موجوده ان جوده اللاعبين اقل بكتير ومش النادي الاهلي ابدا اللي فيه يبقى فيه جوده بالشكل ده عشان كده انا بقول لحضرتك النادي الاهلي والكابتن خطيب بوجوده بخبرته الكبيره جدا عنده الامكانيه لارجاع النادي الاهلي لنهائي البطوله دي الموسم اللي جاي ان شاء الله شو الاخضر هل بالاضافه كابتن تفضل كابتن الاخضر الترجي نعم. بصراحه اقول لك الترجي لو يقوم انتدابات السنه نعم. القادمه الترجي عنده امكانيه باش يسيطر هو الاهلي سيطر على البطوله ماذا ينقصه صانع لاعب وراس حربه ماذا ينقصه ترجي مدافع اخر نعم. لاعب وسط ميدان نعم. كبير وبطبيعه الحال مهاجم راس حرب ولهذا نعم. اعتقد ان الفوز هذا والكاس هذا ممكن تعطي افكار جديده للمدرب للمسؤولين يقوم بالرئيس خاصه لان الترجي عندنا امكانيات باش يقوم بانتدابات نعم. لكن انتدابات لازم تكون قيمه ويستفيد منه وبطبيعه الحال يعطيه الاضافه لان بالفوز هذايا الترجي عنده امكانيه باش يسيطر في السنوات القادمه يعني بصراحه شاهدنا الفرق الكل نعم ليس هناك فرق كبار في افريقيا يمكن الفرق العربيه اللي مسيطره على الكره الافريقيه ولهذا اعتقد ان الترجي بالفوز هذايا مع اللاعبين شباب لان جل اللاعبين شباب مشروع فريق مستقبلي مشروع فريق مستقبلي فريق مستقبل. لازم يكون نعم. انتدابات ودعم الفريق وممكن نعم. يسيطر على نعم. افريقيا في السنوات القادمه اذكركم هذا ما اتمناه ما اتمناه ان شاء الله نحن نحمل الهاتف الو بين طبعا معنا الزميل كيدان الذي سيتولى تقديم برنامج الو بين بعد نهايه هذا الاستوديو زميلي كيدان مساء النور تفضل ماذا عندكم مساء الورد الاخضر بالريش ونبارك طبعا للكابتن طارق ذياب شكرا مبروك للترجيين عرض لك لي والجماعه عندنا هنا ردود الافعال لهذا النهائي عبر الهاشتاج الخاص بالبرنامج الو اندرسكور بي ان برفقه السوار الذهب طرح الاسئله واستقبال الاتصالات العوده اليك الاخضر شكرا زميلي محمد اذا سنلتقي بعد لحظات اما انا فحان الوقت الان لنختم هذا الاستوديو اتمنى اننا كنا في المستوى وكنا محايدين ايضا كابتن وائل اليس كذلك؟ طول عمرك في المستوى كابتن اخضر مبروك للترجي مره ثانيه هذا وسام على صدري كابتن, كابتن مشكله أنا ما شاء الله عليك تدير حوار في بين العرب عليك. لا والله ما شاء الله عليك مش مجامله انا ما بعرفش اجامل ومره ثانيه مبروك للكابتن طارق ومبروك للترجي وجمهور الترجي وفي بيتها بالضبط شكرا للكابتن شكرا لهذه الروح الرياضيه التي عودتنا عليها دائما كابتن حسين
جردوك من اللقب لكن مرة أخرى سعيد لم يذهب بعيدا ذهب المغرب إلى الجار الشعباني الجار يوتك أنت طارق مبروك الله يبارك فيك وشكرا لك للنادي الأهلي إن شاء الله فريق كبير ما يستحق الشكر لأنه فريق كبير متعود على البطولات ماشي بطولة اسمح للعرب يفوزوا شوية ثمان بطولات ما شاء الله شكرا لكل الكباتنة شكرا لكم أعزائي المشاهدين على وفائكم لقنوات بي إن سبورت بعد لحظات إذن ألو بي إن ذلك مع الزميل محمد كيداد لا تذهبوا بعيداً